انتهت مهمة منتخبنا الوطني مؤقتا في تصفيات المونديال، وبدأ التركيز مع أنديتنا المصرية في بطولة. الأهلي وبيراميدز والزمالك وفيوتشر هيبدأوا من يوم الجمعة منافسات دور المجموعات في بطولتي أفريقيا. بيراميدز هيلعب مع مازيمبي يوم الجمعة، والأهلي هيلعب مع مديام الغاني يوم السبت في دوري الأبطال. أما الزمالك فهيواجه بوسليم الليبي، ومودرن فيوتشر هيلعب مع سوبر سبورت الجنوب أفريقي في الكونفدرالية. كل التوفيق لفرقنا المصرية، وبصراحة كده عايزين البطولتين. يا اهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من رقم 10. خلصنا منتخب مصر ولو مؤقتا في تصفيات كاس العالم، عملنا المراد وحصدنا الست نقاط، فوزين مهمين جدا على جيبوتي وسيراليون. بدأنا نخش في معترك افريقي اخر، ولكن على مستوى الاندية. الاهلي وبيراميدز في دوري الابطال، والزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية. بص بصراحة شديدة، سواء في دوري الأبطال فالأهلي وبيراميدز هما أقوى فريقين في هذه البطولة بصراحة مع صن داونز، تمام؟ في الكونفدرالية الزمالك ومعه مودرن فيوتشر هما أقوى فريقين في الكونفدرالية كلها. وبالتالي يا جماعة من دلوقتي مفيش هزار، نركز نلعب. بيراميدز بقى عنده خبرات البطولات الأفريقية خلاص، الأهلي حدث ولا حرج طبعا كبير القارة، الزمالك حتى لو يمر بوعكة بظروف صعبة ولكن يبقى هو الزمالك باسمه وتاريخه وحتى باللاعبين الموجودين حاليا. مودرن فيوتشر صحيح ما عندوش خبرات أفريقية كبيرة وعديدة، هي بطولة أخيرة بس البطولة الموسم الماضي، ولكنه يمتلك من اللاعبين اللي عندهم خبرات البطولة الأفريقية. إن شاء الله كل التوفيق لفرقنا المصرية. بمناسبة نادي الزمالك، نادي الزمالك النهاردة مجلس إدارته اجتمع برئاسة الكابتن حسين اللبيب، وناقشوا بعض الملفات الخاصة بالنادي واتخذوا بعض القرارات المهمة. أبرز هذه القرارات اللي أعلنها مجلس الإدارة عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي هي كالتالي: تسوية مستحقات المدير الفني السابق للفريق الأول اللي هو خوان كارلوس أوسوريو ومساعده فريدي هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضي بدون أي خلافات أو منازعات، وتم التوجيه الشكر لهما. ومرة أخرى أنا لست من هواة فاكرين لما انفرضنا وإحنا انفرضنا وإحنا انفرضنا، بقول دايما إن إحنا من الناس السباقين اللي من الناس الأوائل اللي قالوا الخبر ده وقت ما كان في ناس كتير بتقول أن أوسوريو هيقاضي نادي الزمالك. قلنا لكم هنا أن أوسوريو مع محاميه عايزين يخلصوا الموضوع بشكل ودي مع الزمالك عشان ما ياخدوش وقت كبير في الإجراءات القانونية ضد نادي الزمالك، وبالتالي هم وافقوا على التسوية اللي طلبها نادي الزمالك بتخفيض مستحقات أوسوريو وياخد باقي مستحقاته بالكامل وهو مسافر، وده اللي حصل بالظبط، وبالتالي الامور خلصت بشكل ودي. وقلت لكم ايضا ان الزمالك كده كده هيخلص موضوع اوسوريو بشكل ودي، مش هيسيب ابدا اوسوريو يتجه الى المحكمه الرياضيه او ياخد اي اجراءات ضد نادي الزمالك، عشان الزمالك ومجلس ادارته الحالي عنده من الملفات المفتوحه ما يكفي، فما كانوش عايزين يبقى في ملف مفتوح جديد،
فكده الموضوع هيخلص. حاجه كمان في مجلس الاداره خدوها النهارده وهو الموافقه على نقل مباراه الزمالك مع فريق نادي سوار بطل غينيا اللي كان مقرر اقامتها بكوت ديفوار عشان تقام في القاهره يوم 3 ديسمبر ان شاء الله 2023. كمان الموافقه من حيث المبدا على اقامه معسكر للفريق الاول لكره القدم بدوله الامارات يتخللوا 3 مباريات وديه خلال شهر يناير المقبل بناء على المذكره المقدمه من الكابتن احمد سليمان المشرف على الكره. كمان قبول الاستقاله المقدمه من الكابتن اسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين وايضا الاستاذ مصطفى جويلي رئيس المنظومه الاعلاميه والاستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير مجله النادي وتشكيل لجنه دائمه من الخبرات الماليه والقانونيه لابرام وتنفيذ عمليات التعاقد وفقا للاقراءات القانونيه ضمانا للشفافيه وحسن سير العمل والمحافظه على أموال النادي. كلام محترم. كلام محترم. أرجع تاني للزمالك. الزمالك مشى أسوريو، خد قراره ويبحث عن مدير فني جديد. والنهارده الكلام كتير قوي على بيسيرو المدير الفني للمنتخب النيجيري اللي بيمر بمرحلة صعبة جدا وغالبا هيمشي من المنتخب النيجيري بعد تعادلين في اول مباراتين في تصفيات كاس العالم اللي بينافسوا فيها في مجموعته منتخب جنوب افريقيا اللي ماشي بشكل رائع جدا. فبيسيرو قريب بس مره اخرى غالبا كابتن معتمد جمال هيكمل ليناير غالبا، ولو الزمالك ما قدرش يرفع القيد في يناير فغالبا كابتن معتمد جمال هيكمل لنهايه الموسم مش هيبقى فيه مدرب اجنبي. عارف الزمالك انه يرفع القيد في يناير يرفع ايقاف القيد في يناير هيبقى فيه مدير فني اجنبي، والاقرب الان الاقرب وليس الاكيد اللي فيه كلام من بعيد لبعيد كده عبر وكلاء يخصوا بيسيرو انه ممكن يبقى بيسيرو مدير فني جديد للنادي الزمالك بعد ما كان مدير فني سابق للنادي الاهلي. ده جزء. قبل ما اروح لاخبار النادي الاهلي قلت لكم امبارح ان الثلاثي اللي تم استبعادهم من منتخب مصر المعسكر اللي فات حسين الشحات وامام عاشور ومحمد حسين الشحات وبنسى الاسماء والله حسين الشحات وامام عاشور وطارق حامد الثلاثه الباب مش مقفول لعودتهم مره اخرى للمنتخب، والموضوع ما كانش شخصي وانه القرار بسبب خطا وتم عقابهم باستبعادهم وممكن يبقوا موجودين في المنتخب الفتره القادمه في اطار يعني اهتمامات اسوريو او عفوا اهتمامات فيتوريا باللاعبين اللي عايز يشاركوا معاهم او يشاركوا معاه في كاس الامم الافريقيه. دي جزئيه قلناها امبارح. الجزئيه الاهم وهي الثنائي فتوح وصبحي. لو تفتكروا قبل ما يتاخدوا فتوح وصبحي للمنتخب اصلا كنا بنتكلم مع حضراتكم ان فتوح وصبحي غالبا هيبقوا موجودين في المعسكر اللي هو كان بتاع المباراتين اللي فاتوا. بس ده مش معناه ان فتوح وصبحي مكملين مع المنتخب المعسكرات اللي جايه. المعلومه الاكيده ان فتوح وصبحي لو ما شاركوش في المباريات الفتره القادمه لحين اعلان قائمه منتخب مصر بنسبه 90% على الاقل، مش عايز اقول 100%، بنسبه 90% مش هيبقوا موجودين مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية القادمة. وشرط فيتوريا دائما هي مشاركة اللاعبين في المباريات. هتقول لي طب هيشاركوا ازاي؟ ده الزمالك عارضهم للبيع، يعني واقفهم وعارضهم للبيع في يناير، هيشاركوا ازاي؟ ده بقى في ايديهم. والله أعلم. هل فتوح وصبحي هيعرفوا يحلوا مشاكلهم مع نادي الزمالك ولا الموضوع مقفول؟ مقفول يبقى غالبا الاثنين مش موجودين مع منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه. في سكه ان هم يحلوا بيها المشكله هيبقوا ممكن موجودين في كاس الامم الافريقيه. بس الوضع الحالي طبقا ما هو عليه انه الاثنين موقوفين في نادي الزمالك وان الاثنين معروضين للبيع في يناير وبالتالي مش هيشاركوا لحد كاس الامم الافريقيه، فده معناه انه مش هيبقوا موجودين في كاس الامم في قائمه روي فيتوريا للمنتخب. ودي نية روي فيتوريا، دي معلومة يعني مش بقول لك توقع.
معلومة. هيحلوها بقى مش هيحلوها، الله أعلم، الله أعلم. دي نقطة. النادي الأهلي استقر بشكل الله يرحمه كابتن محمود بكر، الله يرحمه كابتن محمود بكر، ربنا يا رب يكون كاتب له الجنة إن شاء الله. طيب قبل ما أروح للنادي الأهلي، معايا كابتننا الكبير كابتن ضياء السيد المدرب العام الأسبق لمنتخبنا الوطني. يا كابتن ضياء منور الدنيا. ازيك يا كيمو؟ أخبارك إيه؟ وحشني جدا. وأنت كمان يا كيمو والله. يا رب دايما تكون بخير. رأيك إيه فيما قدمه منتخبنا الوطني في المباراتين السابقتين أمام جيبوتي وسيراليون على مستوى النتيجة طبعا وعلى مستوى الأداء؟ مستوى النتيجة طبعا حاجة كويسة، واخد العلامة الكاملة. عظيم. الأداء ماتش جيبوتي طبعا كان كويس، أداء كويس ومكتمل بكل حاجة، والأهداف صلاح جاب 4 أجوان، تريزيجيه سجل كالعادة، جربت الناس كلها أدت مستوى كويس. الماتش التاني أداء مش كويس خالص، لكن زي ما احنا بنقول إنك تاخد الـ3 نقاط فدي ناحية إيجابية كبيرة. فيتوريا قال إنه الأداء ما كانش كويس في المباراة التانية لظروف كثيرة، طول فترة السفر، أرضية الملعب، الرطوبة. رأيك إيه؟ ماشي، ما اعتذارات مقبولة يعني. مقبولة. لكن مقبولة طبعًا، لكن يعني تبقى مرة واحدة يعني. يعني إنك أنت برضه تبقى مقبولة، تقصد تبقى مقبولة مرة واحدة. يعني اسمعها مره واحده، مش عايز تسمعها تاني. هتبقى مره واحده فعلا، لانه انت ممكن تلعب في بقيه المجموعه، ما اعرفش في ناس هتلعب في المغرب، هتبقى ملعب كويس، ما اعرفش بقيه الملاعب هتبقى عامله ازاي يعني. فمش كل مره تسلم الجره. عظيم. طيب وانت اتكلمت عن تريزيجيه كالعاده. تريزيجيه انا كنت بتكلم عنه امبارح على الالتزام وعلى المستوى الثابت مع منتخب مصر، وعلى ظروف صعبه كتير تعرض ليها بسبب الاصابات، ودايما تريزيجيه حتى لو قاعد على الدكه بيشارك بعد كده اساسي مع منتخب مصر وبيأدي بشكل كويس. تريزيجيه انت اشتغلت معاه كتير، رايك ايه في تريزيجيه كمثل رائع جدا للاعبي منتخب مصر؟ والله انت لخصت كل حاجه في مثل رائع. تريزيجيه طول الوقت هتلاقي كل المدربين اللي اشتغل معاهم بيفضلوه طول الوقت. لان هو يستاهل، مجتهد دايما، عنده رغبه شديده جدا للتالق، رغبه شديده للتواجد. يعني حتى في فترتنا مع كروش هو كان لسه راجع من اصابه، واصرينا ان احنا نجيبه الاصابه الجديده، وكنا يعني على طول بنلعبه، حتى كنا بنلعبه هو مرموش، بنلعبه نمره 8 في ساعات في بعض الماتشات لعبها، لانه مجهود وافر، بينفذ تعليمات، علاوه على ادائه الفردي كويس جدا طول الوقت. فتريزيجيه فعلا مثال رائع للعيب اللي مركز وعايز يبقى بيأدي كويس مع المنتخب، بيحب جدا يجي المنتخب. فدي كلها حاجات يعني بتخلي اي مدرب طاير بيه. عايز اسالك على موقف كمان الثلاثي حسين الشحات وامام عاشور وطارق حامد اللي بسببه تم استبعادهم من منتخب مصر، رايك ايه في الواقعه دي؟ يعني هو الموقف اتضخم وكبر وفرقع. الحاجات دي ساعات بتحصل، وما ما يعني تقدر ما تطلعش وتقدر تخليها معاك، ومعالجتها سهله يعني. ما عشان تبقى معالجتها سهله ما يبقاش في استبعاد ليهم من المنتخب. انت كنت شايف انه ما كانش يتم استبعادهم من المنتخب؟ ممكن تتعالج الموضوع ده، ولا انت تعرف ولا نعرف ولا اي حاجه، وكانت تبقى الامور كلها طالما ما فيش فعل فاضح زي ما بيقولوا. ايوه الموضوع مش كبير قوي. لا، المواضيع دي بتحصل على طول في المعسكرات. بتحصل على طول. لو اقعد معاك احكي لك حاجات كتير، بس ما حدش يعرف عنها حاجه. والامور مشيت والدنيا مشيت واستفدت باللعيب وكل حاجه. بس بتعاقبه برضه بشكل او باخر، صح ولا عادي؟ طبعا طبعا طبعا. عشان طبعًا. بس انا بوضح الكلام انه حتى لو حصلت كل واحد بيقولها وطريقه عقاب. لما بتطنش، لا طبعا. مفيش طناش في اي حاجه مخالفه. يعني مثلا هنقول مفيش تليفون على العشاء وعلى وجبات،
او في الاجتماعات ويجي مثلا تليفون، مثلا لو طلعت قرار او يجي حد التليفون في عقاب. يعني انت فاهم، انا بقول لك على اقل حاجه يعني. فاهم يعني بقول لك على اقل حاجه، طالما في سيستم وفي نظام محطوط في مواعيد الاجتماعات، مواعيد التمرين، مده التمرين، الجديه في التمرين، كل الحاجات دي يعني عقاب متفاوت يعني. لكن انا يعني ما كنتش حابب ان احنا نعمل هاله وحوالينا ونعمل ازعاج لنفسنا، يعني المنتخب يعمل ازعاج لنفسه. فاهم قصدي؟ فاهم انت حاول تخلي الدنيا اكثر هدوءا يعني. ولا وبتعملوا تبعات، انت خد بالك لسه هتيجي تبعات، ده قال كذا وده ما قالش كذا، وموقف ده ايه ومش موقف ده ايه. انت محتاج انك انت تعمل جو هادي بينك وبين حوالين المنتخب يعني. وده مش معناه بقول انك تتغاضى عن العقوبه، لكن انا بتكلم على درجاتها وازاي تعالجها وازاي تقفل عليها وازاي تتلم وازاي الحاجات دي كلها. عظيم. طيب. وتعمل برضو اللي انت عايزه. طيب كابتن ضياء، اخر كاس امم كنت حضرتك موجود في الجهاز الفني بقياده كيروش، وكان كتير ناس تتكلم على الاداء الدفاعي والحرس الدفاعي، ما كانش فيه تحولات هجوميه عظيمه، والمقارنه دلوقتي كالعاده بين اثنين مدربين اجانب بين فيتوريا وكروش ان الراجل بيشتغل هجومي وبيعمل ضغط عالي على المنافسين. هل تتوقع ان فيتوريا بنفس الاداء اللي بين قوسين بيتقال عليه هجومي دلوقتي هيستمر بنفس الشكل التكتيكي دوت في كاس الامم الافريقيه، وتنصحه بايه في كاس الامم الافريقيه على المستوى التكتيكي والفني يعني؟ ما فيش نصايح وما فيش فلسفة. هو هيحتاج انه يدافع وقت طويل جدا. وقت طويل جدا زي ما انا بقول في الماتشات الكبيرة. لو راجع الماتشات الكبيرة هتلاقي ده انه دافع يعني، لو راجع ماتش الجزائر بغض النظر عن ان في طرد حصل. احنا اللي خلانا نحافظ ان احنا دافعنا كويس واحنا ناقصين، دافعنا كويس وعملنا تحولات. دفعنا كويس وعملنا تحولات. الفرق المنافسين و يعني مثلا امبارح غير المنافس على الفرص اللي جت، هتلاقي الموضوع صعب جدا. يعني امبارح منافس سهل. صح. طب ليه يا كابتن ضياء، انا هسال السؤال الناس بتساله، انا متفاهم كلام حضرتك جدا، بس ليه لازم منتخب مصر يكون بيدافع اكتر ما بيهاجم؟ ليه؟ مش منتخب مصر. اي منتخب لازم يكون بيعرف يدافع. لازم يكون بيعرف، لازم يبقى شايف الناحيتين. وعلى فكره فيتوريا هيبص على الناحيتين. هيبص على الناحيتين، سيبك من الكلام اللي احنا بنقوله لبعض في 16 ماتش وكلهم مستوى رابع. ده كله كلام مش منطقي. لكن هي ممكن انا اعمل في الماتش ابقى بدافع كويس جدا واعمل 6 محاولات، ممكن بتقول يعمل 6 تحولات هجوميه، ممكن بتقول يعمل 10، يبقى ده حاجه كويسه. هنا التقدم حلو، لكن انت هتلاعب فرقه كبيره لازم تدافع، ما فيش حد ما عملش كده. المغرب اللي احنا بنتغنى بيها في رابع العالم، كنا بنطلع نقول لوحه فنيه دفاعيه رائعه كده، بنقولها عشان عايزين نقول كده، عشان عايزين نجملها. بس برضو عشان الناس اللي بتسمعها دلوقتي هيقول لك ما المغرب كانت بتلعب البرتغال واسبانيا وفرنسا. ايوه، انا قلت ايه غير كده دلوقتي؟ أيوة. انا قلت لما المنافس يتغير هنتحط تحت ضغط فروقات فرديه وفروقات جماعيه، هتضطرنا ان احنا لازم ندافع كويس. انت واخد بالك؟ عكس البراح اللي احنا واخدينه في الماتشات السهله. صح. ارجو ان ده واضح جدا. اللي انا بقوله هي شعرايه انها توصل بس. لكن اتمنى ان احنا طول الوقت نهاجم وما تجيش فينا جوان يعني. اتمنى ده ان شاء الله، حتى قدام الفرق الكبيره يعني. اكيد كلنا عايزين نشوف كره هجوميه وكره فيها اهداف كتير، بس لازم تبقى طبعًا. لازم تبقى مدرب واقعي يعني، ما تبقاش اصل انت لازم تبقى واقعي. برافو عليك. صحيح. لازم تبقى واقعي. برافو عليك. صحيح. كابتن الكبير كابتن ضياء السيد المدرب العام الاسبق لمنتخبنا الوطني، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب بص، ودي برضو نقطه مهمه اللي قالها الكابتن ضياء، حلو ان احنا كلنا بطبيعه، حتى واحنا بنلعب بلاي ستيشن، شوف بقول لك ايه، حتى واحنا بنلعب بلاي ستيشن عايزين نهاجم وعايزين نسجل هدف واثنين وعشرة، يا سلام،
ومحمد صلاح يجيب كل مباراة سوبر هاتريك وتريزيجيه يسجل والحاجات الحلوة دي كلنا بنحب الكرة دي. أي حد في الكون بيفرج على كرة القدم عايز أهداف وعايز كرة هجومية، صح كده؟ كلنا عايزين نلعب زي مانشستر سيتي وزي برشلونة، كلنا برشلونة في السابق يعني كل الناس. لكن خليك تبقى واقعي واقعي. ماشي، واقعي دي ايه؟ لما هنخش على كاس الامم، مش عايز بس اهبطنا نفسنا يعني، احنا منتخب حلو قوي قوي، بس في منتخبات سنغال، كوت ديفوار، كوت ديفوار جامده جدا على فكره دلوقتي، عندها منتخب محترم، جزائر، مغرب، مش بقول ان احنا اقل منهم، بس منتخبات لازم نلعب معاها بحرص شديد جدا. فانت حضرتك لو شفت في كاس الامم الافريقيه منتخبنا عنده حرص دفاعي، ما تقولش ايه ده احنا نضحك علينا، كنا هنا بنلعب هجوم، بنلعب هجوم قدام مين؟ قدام مين؟ في فرق تلعب معاها بذكاء، مش بقول انك تلعب وانت خايف، تلعب بذكاء. ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله في كاس الامم الافريقيه. النهارده كان في لقطه حلوه قوي. محمد ممدوح لاعب في حرس الحدود بيسجل هدف، فرقته فازت على مصر المقاصه النهارده 6-2، بيسجل هدف، بيروح يحتفل بالهدف مع والدته، مشهد حلو قوي بتشوفه في ملاعب اوروبا بس ما بتشوفوش كتير في الملاعب المصريه. راح احتفل مع والدته، والدته الست المصريه الاصيله الجميله زي كل امهاتنا، راحت بالفرحه تزغرط فرحانه لابنها. مشهد مؤثر جدا، الصوره امام حضراتكم اهي، مشهد مؤثر. انا بحب المشاهد دي قوي، بحبها عشان هي موجوده في العالم كله، بس احنا بخله فيها شويه، ما اعرفش بقى بخله في اللقطات بتاعت الكاميرات، بخله انه مش كتير قوي من الاسر بتبقى موجوده في المدرجات بتساند ولادها. هو بتلقائي راح لوالدته، والدته بتزغرط من الفرحه، حلوه قوي قوي الصوره قوي. يا بختك يا عم محمد، يا بختك، ربنا يحفظها لك يا رب. كابتن محمود ممدوح، محمود ممدوح على فكره لاعب جيد كمان في حرس الحدود، الكلام عنه دايما كلام كويس. بص الصوره حلوه ازاي. طيب معايا عبر الهاتف الان كابتن محمود ممدوح صاحب الصوره العظيمه دي مع والدته، ربنا يا رب يحفظها لها يحفظها له. كابتن محمود ممدوح لاعب حرس الحدود، يا كابتن محمود الف مليون مبروك مبدئيا الفوز النهارده. ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. والصوره كانت حلوه قوي، ربنا يخليك والله يا كابتن. احكي لي بقى على كلامك المحترم، احكي لي بقى، هي والدتك على طول معاك في المباريات، المشهد ده مكرر؟ مش شفناه لاول مره بس انا حسيت ان هو مكرر من كذا مره. هو المشهد دوت هي معايا من وانا طفل ومن وانا في القطاع الناشئين على طول معايا في التمرين في الماتشات، دايما مسنداني والله يعني، حتى وانا كنت صغير كانت دايما بتيجي معايا الماتشات والتمرين. وحتى لما طلعت الفيرست تيم كانت بتجيلي كل الماتشات يعني، حتى في الدوري الممتاز جات لي وفي الدرجه الثانيه برضه جات لي. يعني هي ماشيه معاك في التدريبات وانت صغير وانت ناشئ، بتروح معاك المران في المباريات كل حاجه؟ بتيجي معايا كل حاجه، في كل مكان كانت بتيجي معايا، حتى لو في عين الماشين كان في ماتش بره اسكندريه كانت بتيجي معايا فيه برضه. اصل هو في مثلا ايه امهات تقول لك ايه يا عم، لا الاستاد الاجواء صعبه، في جماهير كتير، في ضغط، في عصبيه من مدربين ولاعيبه، لا انا ما اروحش يعني، ما خلاص انا هدعي له وانا قاعده في البيت. لا بالعكس، هي كانت حتى لما كان في ايام فيها شتاء كانت بتيجي برضو، كانت بتيجي على نفسها عشان يعني كانت ايام بتبقى فيها شتاء كانت بتجيلي. انت النهارده على طول رحت لها بعد الانتصار والزغلوطه الحلوه اللي كانت في المدرجات دي، اكتر حاجه لفتت نظري، عشان كده حتى كنت بقول للشباب النهارده لازم محمود يخش معانا يعني. والله يعني دي اقل حاجه ممكن اقدمها لها على الجمال الكتير اللي هي كانت بتعملها لي وانا صغير حتى لحد الان. انت كنت بادئ مع مين اصلا يا محمود؟ بادئ مع فرقه ايه؟ لا انا من ناشئين النادي. من ناشئين النادي؟ فهي من اول يوم معاك في النادي؟ من اول يوم يعني كانت بتيجي، وكان مثلا كان عندها تمرين بيبقى الساعه 7 الصبح، كانت بتصحى قبليه تحضر لي الفطار وتجهز لي الشنطه وناخد بعضنا وننزل. بتقول لك يعني هي بتقول لك نفسي اشوفك فين وهي بتدعي لك؟ هي على طول بتقول لي نفسي اشوفك شباب محمد صلاح. شباب محمد صلاح؟ ده هتفرحها قوي طبعا، دي ساعتها تفرح بيك قوي.
لما بتعدي عليك ايام مثلا مودك وحش، لا قدر الله خسرت ماتش، ما كنتش موفق، بتقول لك ايه وقتها؟ والله في المواقف اللي زي دي يعني هي بتعرف تحتويني بصراحه. تقول لي ما تزعلش نفسك، ربنا رايت كده، الحمد لله حمد ربنا، ان شاء الله تعوضه في اللي جاي. لو مثلا ماتش ما جبتش فيه جون تقول لي ايه الاشكال، مش مهم، عادي هتجيب تاني، انت واثق في نفسك واثق في قدراتك، اهم حاجه ان انت طالع سليم الحمد لله، ما تزعلش نفسك. والله يا محمود يعني بص انا مش هقدر اقول لك غير ربنا يا رب يحفظها لك ويبارك لك فيها، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك. بس انت خدت انذار بعد الاحتفال ده صح؟ ليه بقى خدت انذار؟ الحكم ادك انذار؟ انا ما اعرفش السبب، هو لما سالت الحكم قال لي ده قانون، وقلت له انا ما كنتش اعرف. عشان انت طلعت، عشان انت طلعت على المدرجات يعني. قال لي ده ما ينفعش، قلت له والله انا ما كنتش اعرف. قول له عديها لي يعني، عديها لي راح. نعم. قول له عديها لي يعني راح لوالدتي يعني. كنت عايز اقول له كده بس بس القانون، لا راجل انا بهزر بس كده، في الاخر الحكم ليه ان هو يطبق القانون يعني في كل الاحوال يعني. الحمد لله يعني. الحمد لله كده اي حاجه. صح كده عندك حق. كابتن محمود ممدوح لاعب حرس الحدود، انا بشكرك شكرا جزيلا. مشاهد رائعه والله، حاجات حلوه، حاجات تفتح النفس يعني، حاجات تفتح النفس. طيب بمناسبه ان ما شاء الله امهاتنا بقت تدعم اللاعبين في الملاعب، زي ما انت سمعتوا كده محمود، تروح معاه التمرين، تروح معاه المعسكرات، تروح معاه المباريات. تعالى اوريك تقرير بقى حلو قوي 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 قوي. محمد برعي ده لاعب بيلعب في فريق تليفونات بني سويف، عنده قصه حلوه قوي قوي، والدته برضه بتلف معاه في الملاعب وبتسنده وبتفائل بيها دايما. طريق او الطريف يعني ان بدايته شبيهه جدا لبداية أسطورتنا محمد صلاح. شوفوا التقرير ده واستمتعوا جدا، وتعالوا بعد كده نكمل كلامنا. لاعب كوره يعني، هو ما فيش اي حاجه بالنسبه لها، هي عملت كل حاجه عشان ابقى لاعب كوره، ضحيت بحاجات كتير عشان ابقى لاعب كوره. فروحت تليفونات رحت لا قبل تليفونات بني سويف رحت سيراميكا، سيراميكا كليوباترا، قعدت هناك سنتين مع كابتن محمد سعيد، والراجل كان شغف بيا قوي وبيحبني، فضلت معاه سنتين وطلعت الفريق الاول الفتره اللي كان فيها كابتن ده السيد.
قعدت ما لعبت مع كام ماتش ودي، بس الفتره دي كان في زي نظام بيغيروا مدربين وكده، فما كانتش ايه في حاجه ثابته، ما حصلش نصيب. ودلوقتي في التليفونات يعني مشيت منك على التليفونات على طول، دي تاني موسم ليا في التليفونات. هو اي لعيب كوره مثلا كويس ما بيبقاش عنده سقف طموحات، يعني هو اي حد عايز ربنا يكرمه الاول يروح نادي كبير اللي هو يتشاف والدنيا تمشي معاه في الاول كده، ربنا يكرمه يروح المنتخب، ومنها مثلا يطلع على بره او يروح مثلا زي ما انت بتقول دلوقتي الاهلي او الزمالك. بس مثلا لما ربنا كرم ورحت حته بعيده للكوره يعني بعد اهلي وزمالك تحترف بره، تروح مثلا دوري انجليزي دوري اسباني فاهمني، بس ده بتوفيق ربنا يعني، هو ربنا يكرمك تروح حته زي دي. بس كمصر هنا اهلي او زمالك طبعا. اطلب ان الفتره الجايه دي توفيق ربنا يكون معايا، ربنا يكرمني يعني. طبعا انا عايز اوصل لمكان بعيد في الكوره اللي هو زي اديك بتقول اهلي او زمالك. انا يعني الواحد بيتعب بالفتره دي كلها او ال 20 سنه مثلا اللي بيلعبوا او ال 18 سنه اللي هي بتاعه الناشئين دي عشان يروح الاهلي مثلا زي ما بتقول، او اللي هو بس يطلع لدور الشهره اللي هو الدوري الممتاز. انت ربنا كرمك ورحت اي فرقه في الدوري الممتاز يبقى انت كده حطيت رجلك على السلمه، بس اللي هو رحت الدوري الممتاز يبقى انت حطيت رجلك على السلمه، ومنها بقى بتبتدي تفكر هتروح فين وتعمل ايه. ده طبعا توفيق ربنا بقى هو هنا ايه اللي بقى في دول الاجابه. هو كمصر هنا بالنسبه لنا محمود تريزيجيه يعني، هو بيمثل نفس قصتي ونفس مركزي في اللعب، وكلاعب انا بحبه عموما يعني محمود تريزيجيه. هو افضل دوري بره طبعا الدوري الانجليزي، بس انا شايف نفسي في الدوري الاسباني، انا نفسي اجرب احترف في الدوري الاسباني واجرب مشوار هناك، شايف اني ابقى مناسب هناك جدا. شعور والدتي ده في المدرجات دي حاجه تانية، انا اصلا بخاف عليها اصلا اللي هي تيجي ونبقى حتى ما الظروف مش كويسه ونخسر والكلام ده، لان هي متاثره قوي بحوار الكوره ده يعني. انا حوار الكوره ده هي متاثره بيه جامد قوي من وانا عندي مثلا 8 سنين، هي بتاخدني توديني، فضلت معايا انا قعدت في المولين 10 سنين مثلا، 8 سنين هي بتاخدني وتوديني وتجيبني وانا ما اعرفش اي حاجه، تجري ورايا في المواصلات ورايا ماتش كنا نسافر، تسافر اسماعيليه معايا ما سابتنيش لحظه واحده. حتى الماتش اللي فات دوت اللي هو بتاع التليفونات ده لما جبتها الناس كلها يعني هي عماله تدعي لنا من فوق، ربنا كرمنا احنا كنا خسرين 1-0 وهي عماله تدعي، ونزلت الشوط الثاني وربنا كرمنا وكسبنا 3-2، ممكن بيكون بسبب دعائها. الناس كلها عماله تقول لي هات والدتك الماتش الجاي، هات والدتك الماتش الجاي، هي بتروح اي حته سبحان الله الناس كلها بتحبها وروحها حلوه الصراحه. من هو صغير لعيب جامد والناس كانوا بيقولوا عليه في الحته هنا، عشان احنا عندنا مركز شباب يعني هنا في الحته، وبعدين لما شافوه بيلعب كان في واحد معدي قال له يا ابني ده في اختبارات في المقاولين، فانت تروح وشوف هتعمل ايه. في اليوم ده انا كنت واقفه في البلكونه فبقول له هو بيقول لك ايه يا محمد؟ قال لي ده بيقول لي كذا كذا كذا. قلت له طب يا ابني احنا النهارده، هو امتى؟ قال لي ده بيقول بكره. قلت له خلاص احنا بكره الصبح هاخدك ونروح ايه على طول. خدته وكان في هنا كابتن شعله الله يبارك له يعني، هو كابتن كان في النادي في النوادي يعني، فرحت استشارته قلت له يا كابتن احنا دلوقتي الامر كذا كذا وفي حد قال لنا كذا كذا. قال خلاص خديه وروحي. اول ما رحنا بصراحه خدنا دفعنا الاستماره ودخلنا، سالت على كابتن محمود الشيمي، خدوه وكان ناس كتير قوي قوي خدوه جوه واختبروه، وهم خارجين بقيت عماله اقول له يا كابتن بالله عليك ما تاخدش بالطول ولا بالعرض، فقال لي لو كان على الطول ولا بالعرض اول ما شفنا منك كنا مشيناه. انا فاكره اليوم دوت مش قادره انساه، لو بالطول ولا بالعرض كنا مشيناه، ده ابنك ما شاء الله عليه. والحمد لله قعدنا في المقاولين 10 سنين بصراحه، كانوا احلى 10 سنين في حياتنا يعني. هو بيقول لك انا نفسي اروح الاهلي نفسي اروح الزمالك، انا منيت عيني ودنيتي ان اشوفه بيلعب ماتش على في نادي المقاولين. هو كل منيته ان هو يقول لي يا ماما انا عايزه اوصل عشانك، انا عايزه اوديك العمره، وباذن الله ان شاء الله انا عشمي في وجه الله، وعارفه ان ابني لعيب كبير وعارفه ان هيجي له وقت. انا ببقى اسمعه وانا قاعده وهو بيصلي قيام الليل وبيكلم ربنا يقول له يا رب يا رب انا تعبت، وهي دي الحاجه الوحيده اللي انا بحبها
الكوره بتحبه، ما شاء الله عليه الكوره بتحبه، بينزل يغير اي ملعب ما شاء الله عليه. انا لو هتكلم على الكوره وعلى تعبنا، انا تعبت كتير قوي، انا كنت بتنطط في العربيات انا وهو، مش عايزه اقول لك ازاي. كل يوم كنا بنخرج من هنا الساعه 11 ولا 12 الظهر، نيجي بيتنا هنا الساعه 10، ما يخلص تمريناته ونطلع المطلع لو ما فيش عربيه، ويعلم ربنا كنا ماشيين ازاي. لفيت ورانا وادي كلها، ما خليتش حته ما رحتهاش معاه، وهو انا عارفه ان ربنا شايل له عنده كتير. عارف انا لو شايفه ان هو مش لعيب او ان هو مثلا ما ينفعش للحاجه دي، كأم كنت قلت له اشتغل اعمل حاجه، انما انا شايفه ان هو لعيب، وان هو لو واحد غيره كان اتحطم حقيقي. هو استحمل كتير، وان شاء الله ربنا هيجيب له الخير. وهقول ايه، انا نفسي ومنى عيني ان شاء الله مستنيه مدحت شلبي يقول له الله عليك يا حبيب والديك، مستنياها الكلمه دي. اسمح ان شاء الله، وعارفه ان شاء الله هسمح ان شاء الله، هيقول له الله عليك يا حبيب والديك، عشان هو لعيب وعشان في وجه الله هناك في المدرجات ابقى عايزاه هو بس اللي يمسك الكره ويجري، وبفضل اشجعه وافضل اقول فريق كبير فريق عظيم. وقلت كتير وعشت حياه حلوه قوي 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 معاه في الكره ديت. والله بص صل على النبي، انا عشان في وجه ربنا ان هو ربنا هيكرمه وهيصلح حاله، انما هي قصه، بص هي عايزه اقول لك قصه كفاح، انا بقعد افتكرها كل يوم، اقول له يا ابني ان شاء الله ان شاء الله ربنا معاك، وان شاء الله هشوفك احسن لعيب في مصر وفي العالم، وان شاء الله ربنا بيدي كل واحد على قد تعبه، وعشمنا في وجه الله ان شاء الله. واحنا عندنا كباتن كتير حلوه قوي في مصر، وبتشوف المواهب وبتشوف الناس اللعيبه، بس هي ممكن ربنا شايل يعني مأخر عنه حاجه، ان شاء الله يعني ليها وقت عليك يا حبيب والديك. الميزة في التقرير ده اللي بشكر زملائي عليه، انه تشوف حضرتك وتفهم ما وراء هؤلاء النجوم اللي بيلعبوا كرة قدم. في ناس تانية افراحهم وسعادتهم وحياتهم الحلوة مرتبطة بأدائهم وشغلهم وتعبهم واجتهادهم. في المقابل لابد ان احنا طول الوقت نبقى بندعم اللاعبين الشباب، طول الوقت بنساعدهم، طول الوقت اللي يستحق انه يبقى في الصوره انه يبقى فريق كبير يبقى هو اللي في الفريق الكبير، مش ناس بين قوسين احيانا بيتم مجاملتهم. ربنا يحفظها له يا رب ان شاء الله، وان شاء الله يفرحها بيه بإذن الله في أقرب وقت. منتخبنا للشباب كنت بتكلم عنه امبارح بيلعب بطولة شمال أفريقيا، وقلت بصراحة بشكل واضح جدا تحديدا مباراة تونس زعلتنا جدا جدا جدا، عشان الخطفة اللي اتخطفناها فجأة كده، لقينا نفسنا بقينا مغلوبين 4-0 خطفة. بس قلت إنه ما ينفعش في كل أحوال إحنا نلوم على الكابتن وائل رياض شيتوس المدير الفني الجديد لمنتخبنا للشباب، الراجل لسه مستلم منذ ايام مش من شهور، منذ ايام منتخبنا للشباب، وفجاه لقى نفسه في بطوله حتى لو هي اشبه بالوديه. بس نستنى عليه، نصبر عليه، نشوف هيعمل ايه مع منتخبنا، يطلع لنا ان شاء الله جيل محترم في المستقبل. معايا عبر الهاتف الان
حاتم رضا زميلنا المنسق الاعلامي لمنتخب مصر للشباب من تونس. يا حاتم مشرف ومنور. شيخ يا كريم تحياتي ليك وتحياتي لكل المشاهدين واهلا وسهلا بيك وسعيد جدا انا موجود معاك كريم. بص انا كنت بقول حاجه مش عارف سمعتني ولا، اتخطفنا احنا في ماتش تونس، اتخطفنا حتى احنا المشاهدين يعني احنا بنتفرج او جماهير الكوره اتخطفنا جدا. قول لي الحاله عامله ازاي في منتخب الشباب دلوقتي في البطوله؟ لا طبعا يعني زي ما انت قلت يا كريم بالظبط، يعني احنا الثلاث جوان تقريبا اللي هم الاولانيين جم في ثلاث دقائق بالظبط ورا بعض. طبعا اللعيبه بتاعتنا رغم انها عناصر كويسه جدا وكلها ان شاء الله يكونوا مستقبل مصر وكده، لكن حته الخبرات برده لسه مش موجوده، حته الانسجام والتوافق برده لسه غايبه عن الفريق. زي ما قلنا قبل كده انه يعني الكابتن وائل بدا فعلا مشواره مع المنتخب تقريبا بقاله شهر وشهر ونص تقريبا، عمل معسكرين كان في واحد في يعني القام اللي هو الاساسي اللي هو يعني شيء مستقر عليه، والثاني كان فيه تقريبا 50 لعيب من باب برضه ان هو بيحاول يوسع القاعده او بيشوف برضه لعيبه ثانيه. كان بالامكان ان هو الراجل يعتذر عن البطوله دي خالص وما يعني ما يشتركش فيها، لكن هو فضل ان هو يحتك ويشوف المنتخبات اللي هي بقى لها اكثر من سنه شغاله وبتستعد. ف يعني الحمد لله حتى الان يعني المستوى يعني الماتش الثاني المستوى يعني بيرتفع، اللعيبه بتاخد خبرات اكتر. ماتش تونس طبعا منتخب تونس هو المنتخب الاقوى حتى الان في البطوله، هو صاحب الارض يعني واضح جدا عنده لعيبه محترفين، وده برضه دي نقطه برضه مهمه جدا يا كريم. المفروض كلنا يعني او الانديه او المنتخبات او الكره المصريه بشكل عام كلها لازم تشتغل حته الاحتراف ديت. شوف انت بتقول ايه، شوف انت بتقول ايه يا حاتم، بتقول لازم دلوقتي، احنا مش لازم دلوقتي، احنا لازم دي بقالنا 30 سنه صحيح صحيح بنقولها. صحيح يا جماعه طلعوا الناس بدري يا جماعه، الشباب حتى الشباب دول احنا بنلعب مع منتخبات شباب والمنتخبات الاولمبيه اقوى مننا بكتير عشان هم عندهم لعيبه محترفه واحتكت بره اكتر مننا بكتير، وبعد كده بنلوم على مدرب بنلوم على شباب ونقول اصل هم مش مؤهلين، وفي كل الاحوال هم مش مؤهلين عشان ما خدوش نفس الاحتكاكات اللي خدها المنافس. بالتاكيد يعني عايز اقول لك ان هو الفرق او الهامش اللي هيصنع الفرق الكريم بيننا وبين اي منتخب تاني هو المحترفين صح. وبالتالي لما نشوف النهارده منتخب تونس فيه على الاقل 9 10 محترفين، الحارس اللي هو بتاع تونس ده حارس ايطالي بيلعب في ايطاليا وواخد الجنسيه المزدوجه تونسي ايطالي، يعني ما بيتكلمش عربي خالص يعني الراجل، ومع ذلك هو راجل فارق جدا مع منتخب تونس. طيب حاتم احنا عندنا حاطين عينينا على لاعبين موجودين في اوروبا، احنا عندنا لعيبه كتير من اصول مصريه، هل هنشوف في المعسكرات الجايه المنتخب الشباب لاعبين من اصول مصريه؟ بالتاكيد انا عايز اقول لك انه من ضمن الحاجات اللي الكابتن وائل بيتكلم فيها انه ان شاء الله يبقى في معسكر خاص للاعبين اللي هم المزدوجه الجنسيه والمحترفين، هو هيجيبهم هيستدعيهم يعمل معسكر مغلق في مصر لمده 15 يوم بحيث يكون الناس دي كلها يشوفها عن قرب ويتابعها ويتفرج عليها كويس، لانه برضه عندنا مشكله ثانيه انه معظم الناس اللي هي بتاعتنا اللي هي بنقول عليها مزدوجه جنسيه او محترفين كلهم بيبقوا اكاديميات او دوري جامعات او حاجات منح دراسيه او كده، فالراجل برضه يتبنى. احنا كان تم استلعاب بالفعل كاميرون اسماعيل لاعب ارسنال، لكن يعني الراجل ما تاقلمش مع المنتخب بشكل كبير، ويعني وكان واضح انه برضه اللعيبه اللي في مكانه افضل منه واكثر تاقلما منه، فما تمش يعني هو عليه. هو حاتم هو بيلعب في ارسنال بس هو ما تاقلمش مع منتخب مصر، يعني ما تاقلمش مع منتخب مصر من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه اللعيبه اللي في مركزه افضل منه، وحته التاقلم دي بتدي افضليه للمدير الفني اكتر. يعني ما انا يعني العب اثنين بيلعبوا او متاقلمين مع بعض او فاهمين بعض افضل ما لسه هجيب لعيب هدخله في الفريق ويندمج وكده، زي ان هم حته التاقلم كلغه. هسألك سؤال عشان بس ما احطكش في حرج انك تقول تفاصيل، يعني هل هناك اسباب اخرى غير التاقلم؟ عشان برضو انا عايز ابقى امين مع المشاهد اللي بيسمعني، لما اجي اقول له مثلا اللعيب بتاع ارسنال اللي بيلعب في ارسنال ما تاقلمش مع المنتخب بس لعيب اخر تاقلم مع المنتخب مش هيقتنع بيها بنسبه 100%، هل مثلا هو عايز يشوف تجربه في منتخب اخر؟ هل هو مثلا ما كانش قادر يعيش هنا فتره طويله؟ هل هو مش عايز يكمل في معسكراته عايز يركز مع فرقته؟ يعني في حاجات تانيه ممكن تبقى اسباب غير بس ان هو ما تاقلمش مع المنتخب صح؟ لا بص يا كريم، حته لما يكون في لاعب بيلعب في الخارج في اوروبا في اجواء مختلفه وتيجي بعد كده مثلا بعد 18 20 سنه تجيبه يبدا من هنا يتعرف على لعيبه ويخش في يلعب على ملاعب معينه وينخرط مع لاعبين معينين بشخصيات معينه، دي بتبقى لسه برضه محتاجه وقت. يعني عايز اقول لك مثلا مثال مثلا بلعيب زي سام مرسي مثلا، يعني هو لعيب يعني فريق اول
وفي نفس الوقت بيشتغل على منتخب مصر بقاله سنوات، يعني ايام كوبر مثلا او قبل كوبر كمان يعني، وحتى الان ما حصلش التاقلم والانسجام الكامل حتى مع منتخب مصر، سواء من حيث اللغه، من حيث التعامل، من حيث السلوكيات حتى الان يعني، فاهم؟ بس هو سام مرسي مثلا عشان بيلعب ساعات في انديه درجه ثالثه درجه ثانيه، فوارد نقول انه في لعيبه احسن منه في المنتخب، لكن لاعب ارسنال ممكن مختلف شويه. طب هسالك سؤال ثاني، كم لاعب حاطين عينينا عليهم من اللعيبه اللي موجوده في اوروبا دي؟ يعني كم واحد تقريبا المتوسط مثلا العدد؟ يعني والله يعني انا ما عنديش حص كامل، بس هو واضح ان في كذا يعني في تواصل مع كابتن وائل، ان في ناس بتتفرج عليه لعيبه، او هو برضه حاطط عينه على لعيبه ثانيه. يعني بنتكلم مثلا في ما يقل مثلا عن 15 او يعني 10 15 ممتاز. لاعب ممتاز. فيعني هو كابتن وائل منفتح على الحته دي جدا وعايز يشتغل عليها كويس جدا. انت عارف يا حاتم، عارف يا حاتم، ال 10 15 دول لو خدنا منهم 3 4 بالكتير قوي يعني كمان، ده يبقى مكسب عظيم. بالظبط، يبقى مكسب عظيم يعني، مش لازم ال 10 15 بس، يعني 3 4 حلوين قوي. بالظبط، انا عايز اقول لك انه منتخب المغرب وصل هنا لتونس، اول ما وصل كان معاه 9 لعيبه فقط، 9 لعيبه من القائمه اللي فيها 22 لاعب. تمام، وبعد كده انضم له تباعا اللعيبه المحترفين، فانت بتتكلم تقريبا معاه مثلا 18 او 17 لاعب محترف. ده المنتخب اللي احنا هنلعبه بكره باذن الله ان شاء الله. المنتخب التونسي فيه 7-8 لعيبه محترفين برضه. منتخب ليبيا عنده اكتر، يعني عنده لعيبه اثنين برضه محترفين. يعني عايز اقول لك انه كله النهارده اصبح منتخب الجزائر نفس الموضوع، عندهم لاعب 11 و12 دول لعيبه جامدين جدا وهايلين جدا يعني. فيعني انا بقول ان كل المنتخبات بتتطور، كل المنتخبات بتجهز نفسها وبتستعد للتصفيات اللي هي الرسميه للبطوله بقى ان شاء الله. طبعا انت عارف ان التصفيات دي بقى بتتم نظام الزون كده، برضه هنلعب نفس المنتخبات دي، برضه هنلعبها في التصفيات الرسميه تقريبا بعد سنه من دلوقتي. فانا بقول لك اهوت انه 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 المنتخبات الخمسه هتشوف، اول حاجه باكد لك انه هتلاقي 90% من القوام الاساسي كل المنتخبات دي تقريبا متغير. يعني هتلاقي في لعيبه دلوقتي، هتلاقي في لعيبه ثانيا، اللعيبه اللي هتكمل هتبقى مستوى مختلف تماما عن الوضع الحالي، لان كل المنتخبات بتشتغل على نفسها وكلها بتطور. وفي السن ده كمان اللعيب باليوم واحد بيفرق معاه، او اللعيبه بتتغير مستواها من ساعه للتانيه او من يوم للتاني. صحيح. فنتمنى ان شاء الله انه منتخب مصر مع ان شاء الله مع المزيد من الاحتكاك، مزيد من النشاط الوديه والمعسكرات، ان شاء الله باذن الله منتخب عنده عناصر كويسه جدا في كل المراكز، ناقصهم بس زي ما بقول لك الخبره، وان هو يلعبوا مع بعض وينسجموا. ان شاء الله باذن الله يعني نشوف منتخب مصر في التصفيات الرسميه باذن الله يقدم حاجه محترمه قويه جدا تليق بالكره المصريه واللعيبه. انا عايز اطمن برضو ان الجيل ده عنده نزعه وطنيه قويه جدا، وعايز يعمل حاجه لمصر، وعايز يبقى فعلا هو نواه المنتخب الاول في المستقبل القريب باذن الله. ان شاء الله. زميل عزيز حاتم رضا، المنسق الاعلامي لمنتخب مصر للشباب، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله من تونس. طيب، ده فيما يخص منتخب الشباب. اما منتخبنا الاول فمعنا زميلنا العزيز المميز محمد مراد، المنسق الاعلامي لمنتخب مصر الاول. محمد، مشرف ومنور كالعاده. حبيبي استاذ كريم، وسعيد بيك، ودايما كده متالق ومنور. يا رب يخليك. فرحه حلوه عملها لنا منتخبنا الوطني في المباراتين، 6 نقاط كامله مهمين جدا. قول لي الاجواء والكواليس ما بعد المباراتين وما بعد ال6 نقاط، والحاله المعنويه للمنتخب بشكل عام وبالتاكيد الجهاز الفني. يعني طبعا الحمد لله، طبعا اكيد فاهم ماتشات كاس العالم، انت محتاج تجمع اكبر عدد من النقاط طبعا من المنافسين بتوعك عشان تتاهل للمونديال وتبقى اول مجموعتك وتتاهل، فده الهدف المطلوب طبعا. لكن من الحقيقه مستر فيتوريا اول ما تولى المهمه وهو على طول حتى مع اللعيبه في اي مباراه، او حتى تلاقي اللعيبه تنصحاتهم في اي مؤتمر فني بيتكلموا ان فيتوريا والجهاز اللي معاه بيحب يلعبوا كوره شكلها كويس، بيلعبوا كوره هجوميه، مش عايزين يفوزوا بس وخلاص، لا بيلعبوا كوره شكلها كويس، عايز يعني اداء ونتيجه. وده الحقيقه يعني الحمد لله ظهر في اكثر مباراه، تحديدا ظهرت في بلجيكا وماتش الجزائر، وكان قبل كده في ماتشات افريقيا ملاوي في الذهاب واياب، نفس الامر ماتش غينيا وجيبوتي هنا في القاهره. السيراليون يعني الحمد لله مش هقول لك الاداء كان احسن حاجه، لا ظهرنا بمستوى كويس على فترات، والحمد لله حققنا المطلوب بخبره اللعيبه اللي موجوده، صلاح وتريزيجيه الحقيقه والشناوي اللي كانوا مقدمين مباراة كبيرة جدا، وكل اللعيبة الحقيقة ظهروا بمستوى كويس يعني رغم الصعوبات اللي واجهناها. أنا مش عايز أتكلم على صعوبات، ده أمر طبيعي خلاص، اللعيبة اتعودوا على الأجواء الأفريقية وعلى المشاكل اللي موجودة في أفريقيا،
والسفر والتنقلات عدم وجود نظام بقى في اي مكان سواء في الملعب في المؤتمرات الصحفيه. احنا الحاجه الوحيده اللي شفناها بشكل واضح او حاجتين بصراحه، ناس بتقتحم الملعب، وشفنا في المؤتمر الصحفي حتى انا سالت فين محمد مراد بيعرف يلم الحاجات دي بسرعه، شفنا راجل فيتوريا كان متعصب جدا، وانا ملاحظ ان ما كانش فيه كرسي ليك اصلا يعني، فانا ملاحظ انه كان الوضع كله عشوائي بشكل كبير جدا. لا يعني المفروض المؤتمرات الصحفيه دي يا كريم ان انت بره المفروض الدوله المضيفه هي اللي بتعمل المؤتمر، هي اللي بتبقى مسؤوله عن تنظيم المؤتمر وعن القاعة وعن كل حاجه. انا كنت موجود واقف في الجنب، بس الموضوع صعب قوي. الأوضة لا فيها تكييف ولا فيها إضاءة أصلاً يعني ولا فيها مايك. يعني عملنا المؤتمر في ظروف طبعاً صعبة، وفي وجود كان تكون الراعي الرسمي المنتخب أو الناقد الرسمي المنتخب كان معانا من أيمن، الصحفيين موجودين طبعاً، الناس ليهم كل الاحترام طبعاً، لكن الموضوع يعني مش المنظم بشكل مميز. الجماهير موجوده في قلب قاعه المؤتمرات وامام قاعه المؤتمرات، عايزه تخش تشوف اللعيبه بتوع مصر بتحت محمد صلاح طبعا. فالحقيقه يعني الوضع يعني صعب. طيب اللقطه اللي حصل فيها اقتحام للملعب، وطبعا الكاميرات بتبعد في اللحظه ديت او الاخراج بيبعد اللقطات ديت، هل حصل اي احتكاك مع محمد صلاح ولا فقط واحد كان نازل عشان يسلم على محمد صلاح؟ بص يعني لا، كان حوالي هم 6 أو 7 نزلوا ورا بعض يا كريم، فكانت المشكله. لكن انت برضو يعني كامن او كلاعيبه انت مش عارف اللي جاي لك ده مين. صح. طبعا كلهم جاي، شفنا لقطه صلاح ان هو جاي بيقابل عايز يبص يجري صلاح، او ده اللي ظهرت في الكاميرات. لكن بقيه المواقف الـ4 أو 5 لعيبه اللي جايين انت مش عارف، مش ضامن هم جايين يعملوا ايه. فممكن حد يعني الحمد لله كلهم طبعا صلاح الحمد لله يعني حاله حب كبيره جدا جوه في من ساعه ما وصلنا لايبيريا، لكن طبعا بشكل عشوائي ما كانش منظم. والحقيقه يعني كريم يعني اشكر مسؤول اتحاد الكوره اللي كانوا موجودين، استاذ خالد والكابتن حازم استاذ رمضان وحازم امام، وبتنسيق مع الجهاز الاداري محمد غرابه والكابتن شعبان بسطاوي الحقيقه، وعلي محمد علي ومينا سامح، كان يعني فكروا في فكره والحمد لله لحقنا ننفذها ان احنا نستعين بشركه امن خاصه قبل يعني يوم المباراه. ممتاز. بعد ما شفنا التدريب والاجواء في التدريب، فقلنا طبعا ما كانش فيه موجود امن، يعني الامن جه بعد التدريب الوحيد اللي احنا ضربناه هناك يا كريم بحوالي 10 دقائق وربع ساعه. كان موجود حوالي مثلا 2000 مشجع في الاستاد، وفي 200 واحد في قلب الملعب، فالموضوع كان صعب ما كانش منظم. ففكروا ان هم يجيبوا شركة امن، وده بالفعل اللي حصل. يعني تم الاستعانه ب10 اشخاص كده بامن خاص، والحمد لله يعني وجودهم يعني سهل لك حاجات كتير جدا. كانوا فيهم 4 أو 5 طالعين مع صلاح بعد المباراه، امنوا له غرف الملابس، يعني الدنيا ما كانتش منظمه بالشكل الامثل زي ما الناس كانت شايفه. لكن طبعا الحمد لله في 6 أو 7 جماهير نزلوا الحمد لله تم السيطره عليهم. لكن هرجع اقول لك برضه كريم، انت مش عارف اللي نازل ازاي، فالحمد لله طبعا الحمد لله. والحمد لله صلاح يعني طيب. محمد عايز اسالك، فخر وفخر كبير يعني لمصر 100% وحاله الحب اللي كان موجود فيها. هو اتضايق يعني صلاح؟ انا صلاح طبعا خالص. انا عارف ان هو في المواقف اللي زي كده بيتضايق من فكره عدم التامين وبتاع، هل ابدا تعاضن قلق خوف متضايق من حاجه تنرفز؟ لا هو صلاح يعني طبعا خلاص عنده خبره في افريقيا، فعارف ومتعود على الحاجات دي، وهو شاف قبلها في التدريب يعني في واحد نزل التدريب، فهو يعني وكانوا الناس بتتكلم معاه ان هو يعني، وكان في انتخابات رئاسيه برضه كريم في لايبيريا، فكان الموضوع شويه ما كانش فيه تنظيم. فالحمد لله الدنيا عدت على خير، وهو تقبل الموقف حتى وخرج بصوره كويسه، واللعيبه في سيراليون سلموا عليه والدنيا عدت على خير الحمد لله. طيب محمد خلاص قفلنا صفحه تصفيات كاس العالم ولو مؤقتا، ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها، وداخلين على كاس الامم الافريقيه، هل اتحط البلان، الخطه، الرسم، المعسكرات، استدعاء اللاعبين امتى، القائمه، هل ده محطوط من دلوقتي ولا لسه ما اتحطش؟ هو يعني طبعا الاستعداد بقى لامم افريقيا عندنا توقف قبل البطوله يوم 13/1 ان شاء الله. احنا المعسكر هيبتدي 2 أو 3 يناير، هيبقى في يعني الجهاز الاداري بالتنسيق مع الجهاز الفني واتحاد الكوره والشركه المتحده للرياضه، بيتم التنسيق دلوقتي ان يبقى في ماتش ودي ماتش او اثنين لسه هيتم التنسيق اللي هي الفتره الايام اللي جايه دي، وفي عروض جت ان شاء الله يتم الاستقرار على الماتشين، والموضوع ينتهي
ويبقى في ماتش ودي قبل بطوله افريقيا او ماتشين على الاقل، وان شاء الله ربنا يكرم باذن الله. 2-3 يناير قائمه المنتخب بالكامل هتبقى موجوده في المعسكر ولا المحترفين هيبقى ليهم وقت اخر؟ لا يعني ما عنديش معلومه مؤكده كريم قوي عشان ما اقولش حاجه غلط، لكن المحترفين هيوصلوا في وقت معين قبل البطوله. المفروض ان في قائمه هتتبعت، قائمه اوليه هتتبعت يوم اعتقد يوم 24 او 25/12، وبعد كده يبقى القائمه النهائيه قبل البطوله باسبوع. فان شاء الله يعني ربنا يكرم كده واللعيبه تبقى كويسه وجاهزه والموضوع يطلع بصوره كويسه باذن الله. والحمد لله اللعيبه كلها كريم يعني الحمد لله يعني عندهم حافز واصرار كبير جدا لتحقيق بطوله افريقيا، وان شاء الله يقدروا يحققوها باذن الله. طيب المعلومه دي معرفش هي عندك ولا او انت مختص تقولها ولا، بس برضو براحتك، الثلاثي اللي تم استبعادهم بعد مباراه جيبوتي الباب مفتوح للمنتخب ليهم تاني ولا ده كان استبعاد نهائي؟ يعني لغايه دلوقتي ما فيش حاجه نهائيه لا بالاستبعاد ولا بالضم. لا الضم مفهومه، مستر فيتوريا لسه ما اتكلمش مع يعني ما اتكلمش في الموضوع ده خالص. ما اتكلمناش مع حد فيه، لكن ان شاء الله هيتم تحديد هو صاحب الراي الاول 100% طبعا تضمهم، وان شاء الله الافضل والانسب والاصلح للمنتخب ان شاء الله يعني مستر فيتوريا يعمله. وهو يعني في المؤتمرات الصحفيه بيتكلم في كذا حاجه ان هو في اختياراته عمره ما يعني ما بيظلم حد ولا بيجامل حد. واعتقد وقول لي صح او غلط، انا بحس ان الراجل ده مش بتاع مواقف شخصيه، يعني في بعض المدربين لو زعل من لاعب هو بيقفل منه للابد، انا اتصور ان فيتوريا مش من الشخصيات دي، قول لي صح او غلط. لا الحمد لله والله هو علاقته باللعيبه علاقه يعني رائعه جدا، وانت كنت موجود معانا في تكريم السفريات شفت شخصيته عامل ازاي. لا الحقيقه مدرب كبير جدا، لكن يعني حته الحب والكره ده لا اعتقد مش موجود عنده خالص يعني مش موجود. فهو والجهاز الفني اللي هو موجود معاهم والله يعني جهاز فني على مستوى عالي جدا، وان شاء الله ربنا يكرم ويحقق ام افريقيا. وانا بقول لك من دلوقتي ان شاء الله باذن الله هنحقق بطوله ام افريقيا باذن الله. هنحقق بطوله ام افريقيا؟ ان شاء الله. انا سمعت صح؟ حلو باذن الله. حلو، ده ختام عظيم جدا للمداخله مع زميلنا المميز دوما محمد مراد المنسق الاعلامي لمنتخب مصر الاول. حلو ان شاء الله. احب انا نبره التفاؤل، في ناس يقول لك ايه يا عم لا بلاش نبقى واثقين قوي، لا حلو نبقى واثقين ونبقى رايحين وعارفين ان احنا ناخد البطوله وعارفين ان احنا منتخب مصر. يعني دايما فكره انه لما بنقول مثلا نبقى حريصين قدام منتخب السنغال، حريصين قدام منتخب المغرب، حريصين قدام منتخب كوت ديفوار، منتخب الجزائر، نبقى حريصين، بس احنا مش اقل، احنا مش قليلين، احنا منتخب مصر. ولو بنتكلم على التاريخ احنا تاريخنا اكبر، لو بنتكلم على الحاضر لا احنا قريبين قوي. ايوه احنا الجيل اللي عنده محمد صلاح وعنده تريزيجيه وعنده النني وعنده عمر مرموش وعنده مصطفى محمد وعنده زيزو وعنده حمدي فتحي وعنده امام عاشور وعنده النني وعنده عبد المنعم وعنده محمد الشناوي وحجازي ان شاء الله يرجع بالسلامه وكل اللعيبه العظيمه دي، لا جيل محترم. نبقى حريصين دايما، بس ده ما يبقاش خوف، ما يبقاش قلق، ما يبقاش تصغير من نفسنا، لا نبقى عارفين ان احنا بنلعب مع منافس كبير زي ما احنا كبار. ان شاء الله ربنا يكرمنا، وزي ما مراد قال نرجع باذن الله بكاس الامم الافريقيه باذن الله. طيب خبر مهم يخص النادي الاهلي. تاكد بشكل شبه نهائي رحيل 5 لاعبين عن النادي الاهلي سواء في انتقالات يناير اللي جايه خلاص اهي او في نهايه الموسم على اقصى تقدير. مين بقى الاسماء اللي فيها بعض المفاجات؟ اول اسم هو صلاح محسن، كنا قلنا الكلام ده قبل كده. في الوقت الحالي الأهلي بيضغط علشان صلاح يدخل في صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد للنادي الأهلي في صفقة تبادلية مع مودرن فيوتشر، خصوصا وإن مودرن فيوتشر بيفضل إنه ياخد 3 لعيبة من الأهلي في صفقة عمر كمال عبد الواحد بدل المقابل المالي، يعني يديني 3 لعيبة إعارة بدل ما تدفع لي مقابل مالي. صلاح محسن رافض الفكرة، رافض الفكر، وقال للناس في النادي الاهلي لو عايزين يمشي من النادي الاهلي فسيبوني اختار. وصلاح محسن عايز يروح سموحه عشان هو شايف ان سموحه بيعرف يتالق فيه، سموحه بيشتغل معاه كويس خاصه مع الكابتن احمد سامي. طيب اللاعب الثاني اللي يقترب ايضا
من الرحيل عن النادي الأهلي وهو المفاجأة الأكبر في الأسماء دي هو كريم نيدفيد. كريم نيدفيد كان الأهلي عايز يرجعه من مودرن فيوتشر ورجعه، بس من ساعة ما رجع لسه ما دخلش الموضوع، ما دخلش الجيم مع النادي الأهلي. وبما إن هو تأقلم مع مودرن فيوتشر ومودرن فيوتشر طلبه في صفقة عمر كمال عبد الواحد، فالنادي الأهلي ما عندوش مانع إنه يطلعه معار لمودرن فيوتشر مرة أخرى. اللاعب الثالث أيضا اللي يقترب من الرحيل عن النادي الأهلي على سبيل الإعارة هو التونسي محمد الضاوي كريستو، اللي بارسي كولر عايز يشوفه أكتر موجود في الدوري المصري على سبيل الإعارة في أحد الأندية، بما إن ما عندوش فرصة كبيرة يلعب في تشكيلة النادي الأهلي في الوقت الحالي. اللاعب الرابع هو خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح أصبح مرشح بنسبة كبيرة إنه يخرج من النادي الأهلي سواء على سبيل الإعارة أو على سبيل البيع النهائي. أما اللاعب الخامس فهو المتوقع أنتوني موديست. أنتوني موديست الأهلي من الآخر سايب له كأس العالم للأندية. أخرك معايا كأس العالم للأندية. الراجل تألق وأبدع واشتغل كويس، هيكمل الموسم بتاعه مع النادي الأهلي. الراجل فضل على نفس المستوى اللي احنا شايفينه، فالنادي الأهلي هيجيب مهاجم آخر في يناير. هتقول لي يعني النادي الأهلي لسه هيشوف لاعب آخر في يناير لما موديست يبقى كويس في بطولة العالم ولا لأ؟ هقول لك لأ، الكلام ده مش مظبوط. النادي الأهلي من امبارح دي مجازا يعني، اللي هو من امبارح أو امبارح ومن أيام ومن شهور بيبص على سيفيهات ومهاجمين آخرين متاحين ممكن الأهلي يتفاوض لضمهم في يناير. هيبدأ الإجراءات الرسمية مع قرار رحيل موديست في يناير لو الأهلي اتخذ هذا القرار. بس الأهلي حاطط عينيه على مهاجمين آخرين، حاطط. هتقول لي أنت خلاص أنت كده فطست موديست، مش أنا وأنا لسه ما فطست يعني، ممكن الراجل يبقى مكسر الدنيا الفترة اللي جاية، ممكن يكسر الدنيا في كأس العالم للأندية، الله أعلم. الله أعلم الموقف هيبقى عامل إزاي، بس اللي بطمنك كجمهور النادي الأهلي إن الأهلي عامل بلان بي أو حاطط البدايل لو موديست ما كملش مع الفريق. احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. هيشرفني وينورني الكباتن الكبار كابتن كريم زكري، كابتن عمرو سماكة، خليكم معنا. أحل... يا أهلا لسه عشان لسه أقول يا أحلى والله. أصل النهاردة معايا ناس جامدة جدا، واحد مدافع جامد جدا، واحد حريف قوي 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 حبيبي، كابتن كريم زكري، كابتن عمرو السماكة. كابتن كريم منور الدنيا. بنورك يا كريم، ربنا يخليك، وحشني ومبسوط إن أنا مفاجأة عاملين لنا إحنا الاثنين مفاجأة جميلة النهاردة. أحلى الذكريات. والله العظيم. حقيقي والله. حقيقي. عمور منور الدنيا. حبيبي مبسوط. وحشنا جدا. مبسوط إن أنا معاك وأنت وحشني جدا، ومبسوط إن أنا مع واحد من الناس اللي أنا محترم جدا في المجال اللي أنا عرفتهم. أنا عايز أقول حاجة. اصل انا راجل غشاش. أي. صراحة يعني ما اجيبش عليك غشاش حلو يعني، مش غشاش وحش قوي. واحنا قبل ما نخش الهواء على طول كابتن عمرو سماكه كان بيحكي لي ترقيصه جامده جدا 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 عملها في كريم زكري، بس عملها مع اتنين كمان تقال قوي. هو عملها في ثلاثة مش كريم زكري لوحده، لسه اقول اهو كريم زكري واتنين تقال قوي كمان. زي كريم زكري هو اللي يحكي بقى عشان يتحمل العواقب. مش هنعمل تاني مع ثلاثة ما ينفعش عشان يتحمل العواقب. لا بس انت رقصت كل الناس تقريبا يعني. لا الحمد لله رقصتهم كلهم يعني. كان ماتش كان المصري والترسانه، كان على ملعب الترسانه، وكان طبعا كريم وكان كابتن ابراهيم حسن وكابتن سمير كمون. يا نهار ابيض. طبعا كنت انا عيل صغير وكريم برده كان صغير يعني، كنا صغيرين ساعتها بس يعني طبعا. وكان اكوتي منساوي وكابتن حسام وكان اسماء طبعا كان في المصري السنه دي، كان فرقه جامده جدا. كره اتلعبت لي كده كروس على ناحيه الشمال كده، وجاي كان كريم بيلعب مساك عليا، وكان ابراهيم حسن الباك رايت وكمونه ليبرو. الكره جت رحت موقف عادي كده بوش رجلي، والكره لما بتيجي يعني بتبقى فيها لفه كده بسيطه كده يعني، الحريفه اللي بتفهم الكلام ده. رحت عامل اللي انا هاخدها بقى في الاتجاه ده كده، رحت عامل بتاعه رونالدينيو كده، رحت عاملها بوش رجلي كده فاهم. طلعوا احنا الثلاثه جارين على نص الملعب على طول، عديت الثلاثه وديتهم في حته ثانيه. لا الثلاثه جروا على نص الملعب وانا رحت على الجون. عارف انت حركه رونالدينيو لما بتخلي الكره على وش رجلك وتودي الكره جايبه كده ثاني، فانت الريفلكس عندك بيبقى قطيع، لان دايما
لعيب الكوره او الحريف بيبقى مقدم ثانيه، انت دايما مؤخر عنه. هم كلهم متوقعين خلاص ان انا ارجع لتحت يعني خلاص، وانا شايف الثلاثه جايين، فانا الطبيعي ان انا ارجع كله رايح. كمل بقى كمل بقى كابتن حسام رجع لك. رحت بقى رحت عامل كده، رحت واخدها كده طبعا، الثلاثه راحوا جاريين بقى على نص الملعب، رحت رايح انفراد بنص الانفراد بقى. بيقول لك يحكي الكابتن حسام كمل بقى خلاص بقى لازم تكملها بقى. اكيد يعني الكابتن حسام حسام مش هيشوف الكابتن ابراهيم حسام بيترقص وهيسيبك. راح بقى كابتن حسام راح جاري من نص الملعب تن تن، راح لقيته كابتن جنبي طبعا. وطبعا انت وهو بيجري كده انا سامع خطوه كابتن حسام. اه في وحش في وحش جاي وحش يعني هيعمل ايه هيعمل ايه بالعروب فهد جاي عليك. انا اللي خلاني ارقص. عايز اقول لك على حاجه، انا اللي خلاني ارقص. قال لك ايه بقى حسام؟ راح جاي لي قال لي بقى العب بسرعه، تروح حاضر يا كابتن من هناك على طول. هو العب بسرعه، العب عدل. لا العب بسرعه انا انت اللي جهت الضرب على طول. بص كابتن حسام وكابتن ابراهيم عندهم هم طبعا طيبين جدا، وعلى المستوى الشخصي انا بحبهم، اخواتي اخواتي الكبار يعني، واستفدت منهم كتير. بس اول ما تلاقي العضلتين طلعوا عندهم عرقين هنا اهرب. ما انت خلاص يعني لا يعني تجنبهم بقى خلاص. انا شفت الرياكشن هم عرقين. لا الرياكشن بتاعه انت يعني هتلعب بسرعه خلاص، وانا عندي 19 سنه. يا نهار ابيض يعني انا كنت 16 سنه جاي بتكلم معاك في الملعب ومتضايق منك وبتنرفز. وطبعا الكابتن ابراهيم حسن ما سابكش الماتش كله بقى، زعلك جامد. لا كابتن ابراهيم اتنين بس خفاف كده طبعا، رحت نقل الناحيه الثانيه على طول على طول. بس الجيل ده بالمناسبه في المصري كان جيل عظيم جدا. احنا كنا مسمينه جيل 98 كاس مصر يعني. في الوقت ده كنا سنه 2000 او 2000 2001 2002 يعني مش متذكر التاريخ بالظبط. 2001 2001 2001 الماتش ده الحاج سيد متولي عمل طفره كبيره جدا في النادي المصري. يعني عايز اقول لك على التشكيل. ربنا يرحمه. اه ربنا يرحمه طبعا، من الناس اللي بتحب النادي جدا طبعا. كان التشكيل بتاعنا كابتن نادر السيد، كابتن سمير كمونه، وكنت انا وعمرو الصفتي، وباك رايت كان كابتن ابراهيم حسن، باك ليفت كابتن محمد عماره، راس حربه كابتن حسام حسن، كان معانا كمان كابتن هيثم فاروق جنه بعدها، نص الملعب اكوتي منسى عبد الله رجب، احمد حافظ من اللعيبه نوعيه سمكه كده، كان لعيب حريف جدا 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 يعني. كنا نلعب النادي الاهلي يقول لك خلي بالك من احمد حافظ رقم 7. الجيل ده كان فيه كابتن علاء ابراهيم كمان، والكابتن علاء ابراهيم كان موجود. برافو عليك. كانوا فرقه كانوا كان محمد زكري اخويا كان راس حربه. يمكن الجيل ده كان فيه 6 توائم يعني، دي مفارقه بتهيألي ما حصلتش في اي نادي. كنت انا ومحمد كابتن حسام الكابتن ابراهيم كان احمد يوسف محمد يوسف، كنا 6 توائم في الفرقه. كان في حاجه اللقطه دي حاجه انت في الماتش ده برضو كان ليك واحده مع اكوتي منساه. عملت له ايه؟ اكوتي منساه طبعا كان اكوتي ما بيهرجش، عسل قوي جدا. وقت المصري كمان كان لا كان وقت المصري كمان كان هو، انا شايفه كان الفتره دي كان من احسن اللعيبه الديفندرات في مصر كلها بصراحه. راح الاهلي بعدها بصراحه يعني، كان عامل مستوى عالي جدا، وكان فارق عن اللي جنبه بصراحه، كان في فرق. فطبعا انا عارف ان هو يعني هو دايما اكوتي بيروح داخل بكل حياته، هيخش لا انت لا الكوره لا اي حاجه، يا ركبتك يا اي حاجه، المهم هياخد اي حاجه. المهم الكوره في نص الملعب جايه، هو داخل كده رحت عامل لف، رحت عدها له من بين رجليه بالراحه قوي. الكوره يعني ماشيه كده، راح داخل قال لك اوبا. دي رضا افعاله حقيقي والله. أيوة كنت كده يعني انا ضحكت، وحسام وتريكا وكان فاهم، كان في كل اللي في نص الملعب عامه قعدوا يضحكوا على رد فعله. لا بس قالها بطريقه في الماتش يعني، عمري ما حد ياخد كوبري في ماتش رسمي يقول لك اوبا بصوت عالي جدا، الحكم قاعد يضحك. منافسات 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 منافسه مصر وترسانه يعني. ده كان من الكومبيتيشن في وقتها فعلا، في هنا 5 6 تقال، في المصري 10 11 12 لعيب تقيل. هتبص في الاسماعيلي، هتبص في بلديه المحله، هتبص في المحله. كان الدوري اللي ممتع، وكان الدوري منتخب مصر ساعتها، احنا ما كناش برضو عندنا الناس المحترفه اللي هي ساعتها في ايام. لا كنت لعيب مصري حلو. لعيب الوحيد اللي كان محترف كان ميدو. كان كواليتي كويس. كان احمد حسن برضو كان كابتن احمد حسن في تركيا. كان الكابتن هاني رمزي اعتقد لسه لا 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 كان بطل كان بطل كان اعتزل. طيب ليه عم مفيش دلوقتي لعيبه حريفه يعني؟ اللعيبه دي بقى يعني مثلا تفتكر انت بقى طبعا، والاجيال الجيل كله بقى يعني، وانت ومحمود عبد الحكيم، محمود الحكيم طبعا من الناس، في ناس كل اللعيبه الحريفه بتاعت زمان دي. جمال حمزه، جمال حمزه طبعا طبعا، في ناس كتير، محمد ابراهيم نقدر ما ننساش، من محمد ابراهيم كان بدروجيت طبعا، وكابتن حازم امام وحازم كابتن حازم امام طبعا. كان في كان لا كان
انا بقول الكابتن محمد صبري الاتحاد كان يعني قصدي انا بقول لك بقى التنوع في مش في نادي بس مش بتلاقي مثلا الكواليتي ده في نادي بس لا بتلاقي زي الكواليتي ده في كل نادي في كل نادي تلاقي مثلا 2 3 لعيبه الفرقه عندهم الكواليتي ده عندهم انهم يقدروا يعني يحتفظ بالكوره يقدر يساعد فرقته يقدر يعمل ان هو يستغل المهاره بتاعته لصالح الفريق في حاجات كده لازم احنا يعني دلوقتي بندور عليها احنا بندور دلوقتي واحد ضد واحد في ماتش احنا بنتفرج على ماتشات دلوقتي في الدوري الممتاز 90 دقيقه ما فيش واحد بيعمل ضد واحد وبيروح مثلا صح صح ازاي كده انت كمان كمدافع كان زمان المدافع دوت عليه هدك يعني عليه ضغط انه صحيح. انا هلاعب قدام لعيبه حديثه صحيح. دلوقتي المدافعين برضو انت هي سباقات جري هي الاقوى بسرعه بالظبط ايوه سماكه بتكلم في نقطه سماكه بتكلم في نقطه مهمه جدا ان هي واحد ضد واحد انا النهارده لما يكون انا مدافع وتمني النهارده لما بتيجي تدفع في الهافات بتاعتك او رؤوس الحربه بتدفع اضعاف اضعافي ليه عشان هو البوزيشن بتاع واحد ضد واحد انا النهارده لو رحت وقفت هاف والكره جت لي رحت مرجعها تاني يبقى ايه الفرق ما بينه وما بين المساك فالنهارده الشخصيات قلت الحلول قلت وانت سالت سؤال مهم جدا كنت بتكلم فيه انا وسماكه ليه المواهب قلت انا اقصد المواهب دي كلمه مثلا ايه يعني ممكن يبقى مدافع موهوب جامد جدا اسمه موهوب حتى لو الحريفه مثلا الحريفه اللي انا هجاوبك على السؤال بالظبط اللي هي زي اللقطه بتاعت اكوتي منساه كده في اللقطه تقول ايه اوبا ما انا هجاوبك على السؤال بالظبط مش هتقولها دلوقتي لسه بنتكلم في جزئيه ده احنا قاعدين بنتكلم بالظبط نفس السؤال اغلب المدربين الدوري المصري او مدربين العالم قتلوا الابداع قتلوا الابداع وحولوه لتكتيك التكتيك النهارده بقى انت مطالب والكره مش معاك تنزل من نص ملعبك لنص ملعب الخصم او العكس عشان ترجع تدافع مع الباك بتاعك او الهاف فانت بتاخد جزء من النواحي البدنيه للاعيب المهاري بتحولها لتحولات دفاعيه فانت خدت من البدني بتاعه لكن زمان دايما لما تلاقي الحريفه هتلاقي دايما كنا زمان بنلعب بطريقه 3 5 2 ليه لان الليبرو ده بيعمل تقل شويه ورا وهتلاقي ديفندر او اتنين واقفين فانت بتدي حريه للاطراف وبتدي حريه للاتنين رؤوس الحربه او حتى الراجل الحريف اللي عندك فانت موفر المخزون البدني هي الفكره للمدير الفني انت هيقدر يديك السبيس ده والمساحه دي احنا بنشوف مثلا سي مع طبعا الاختلاف بنشوف مثلا صلاح تريزيجيه الكواليتي بتاعهم او النوعيه انت بتشوف بياخدوا الكره بيروحوا رايحين على الباك على طول بياخدوا الكره بيروحوا رايح عليه زي الكره ناحيته بس حتى دول هو مهارتهم وامكانياتهم في القوه والسرعه والانتاجيه في التهديف انا بكلمك على اللعيبه بين قوسين كده اللي كنا بنقول عليهم زمان بتوع الكره الشراب اللي هو العالي اللي هو رأسك في سنتي اللي هو حريفه قوي دول بالظبط دول مش موجودين مفيش مدرب بيدي مفيش مدرب بيدي حتى في الشارع المساحه بقى المدرب المدير الفني يديك المساحه دي ان تقدر انك يعني هو يعني مقتنع بالطريقه بتاعتك والكواليتي وتقدر انك تسخره للفريق او تقدر تطلع ناتج للفريق يعني هي هو مجموعه او مثلا انت معاك مثلا قماشه انت بتشكلها ازاي بتقدر معاك 11 لعيب ما 11 لعيب مستحيل يبقوا زي بعض مستحيل مثلا 11 لعيب يبقوا حريفه قوي او 11 لعيب مثلا القوه والسرعه اكتر من النواحي المهاريه او التكتيكيه صح. فانت دلوقتي انت مدرب عايز ايه من الجيم انت محتاج ايه الجيم صح. ده محتاج منه ايه صح. محتاج انك تحتفظ بالكوره ويبقى عندك لعيبه كواليتي عالي في الاستلام والتسلم او انت عايز مثلا طريقه مثلا بتدافع بطريقه بشكل اكبر شويه فانت المدير الفني هو اللي بيدي المساحه للعيب حيل في سؤال كنت عايز اساله لك اول ما اشوفك اتفضل دلوقتي وانت بتقلب في صورك وفيديوهاتك وحاجاتك بتقول لا المشوار كان ممكن يبقى احسن من كده بكتير لا طبعا صح طبعا طبعا يعني الواحد لو بالفكر ده او لو الفكر ده من هو مثلا صغير نتكلم كنا زعلانين يا جماعه الراجل ده كان هيكسر الدنيا لا لا طبعا لا في حاجات كتير في حياتي كنت ممكن تبقى احسن من كده بكتير كنت ممكن اخد مواقف احسن من كده بكتير كان اتخاذ القرار يعني في التوقيت برده الواحد كان عنده 20 سنه وفجأة منور جدا وبرده كان برده يعني احنا يعني كنا زمان برده مش زي دلوقتي السوشيال ميديا مختلفه شويه يعني ان احنا نتعلم كنا جهلة كنا جهلة كنا متعلمين كده ما كناش عارفين مثلا حقنا ايه علينا ايه لا كنا اجهل من دلوقتي احنا كنا بنروح نمضي ونروح مش عارفين عادي وتوف ايه كوره احنا بنتكلم كجهل كروي او انت تقدر تدير نفسك كرويا فاهم تتعامل مع نفسك ان انت كراجل مؤسسه كمؤسسه كمشروع بروجكت وانت المفروض انت دلوقتي تقدر تتعامل معاه ان هو ده مشروع بتاعك ولازم تتعامل لا احنا كناش بنتعامل معاه كده احنا كنا زي ما للاسف كنا لعيبه يعني كويسه طبعا سن صغير كناش برده يعني ما كناش راسم لنفسي مثلا ان انا هبطل مثلا لا انا كنت عامل حسابي بعرف العب كويس جدا فانا هقعد العب لغايه ما ازهق مش لكن ما 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 اشتغلتش كمشروع ما اشتغلتش بقى على المشروع ده ان انا اكبره انا ليه سالت السؤال ده لعمرو كابتن كريم
انه في دلوقتي بنسمع عن لعيبه كتير مش ملتزم. شفنا ده حصل في الزمالك، شفنا ده حصل مع في المنتخب مصر. صحيح. والواحد بيقعد يصعب عليه انه اسماء كبيره واسماء مهمه ومنهم شباب صغير مستقبل ممكن يتعطل، واحنا شفنا تجارب كتير. صحيح. ازاي نتعامل مع، يعني انت دلوقتي كنت بتتكلم على فكره الجهل في اداره المشروع، ازاي اللعيبه ديت وهي بقى عندها كل الامكانيات الممكنه، تصور الامكانيات دي ما كانتش موجوده وانتوا برضو كنتوا لسه من كام سنه موجودين مش من بعيد قوي. صحيح. انت دلوقتي عندك كل الامكانيات الممكنه، ليه اللاعب ممكن يقصر في حق نفسه؟ عشان كل الامكانيات موجوده. لو اتحرموا من حاجه من الامكانيات اللي انت بتتكلم عنها يا كريم دي، واهم حاجه اتحرمت منها اللي هي الفلوس، هتفرق معاك جدا. النهارده خلي بالك انا برضو لسه بتكلم مع عمرو في حته، لما دخلت مدير كره في النادي المصري اتصدمت بالعقود ما شاء الله، يعني ده رزقهم ربنا يبارك لهم. لكن في حاجه مهمه جدا النهارده، انا لما يكون عندي 6 مليون واخد 3 مليون في ايدي هلعب كره ليه؟ ما خلاص خدت 3 مليون والله عايز مش فارقه خلاص مش فارقه بقى. وده شفته مع اللعيبه، خلي بالك انك ما تجيش اسبوع، ما انا اسبوعين اديني اسبوعين عشان اريح. حاجه اقول لك اقسم لك اسبوع تقول لي لا خليهم اسبوعين عشان العب. ما خلي بالك النهارده ايه اللي بيحرك اي شخص في اي مهنه؟ ايه اللي بيحركه؟ حاجه واحده بس، الدوافع. صح. فانا النهارده بصحى من النوم انا عايز ابقى كويس، انا عايز النهارده كسبت جنيه اكسب 10، لكن هما بالنسبه لهم النهارده في تجديد 10. لا انا شايف ان المنظومه دي لازم تتغير، لازم في موضوع الفلوس والتعاقدات والحاجات دي لازم تتغير. الموضوع ده لازم يشوف له سيستم مختلف، سيستم ليه علاقه باللعب، سيستم بعد دقائق انت بتلعب دقائق قد ايه في السنه. ما هو ده بيحصل، بس هي يقول لك زي كابتن كريم قال لك كده، هاجي اقول لك ايه، طب خد الاول مقدم التعاقد كذا والباقي نسبه مشاركه. ما هي بقى انا بقول لك ايه، لازم بقى لازم تسيستم بقى سيستم يعني يفيد حتى النادي ويفيد اللعيب، وحتى يعني يخليه عنده دافع شويه. ان انا بيجي لعيب مثلا زي ما كابتن كريم كان موجود في المصري، يجي لعيب يقول لك ايه، لا انا مش همضي معاك الا لما تشيل نسبه المشاركه، او همضي معاك بس دي الاول نص عادي 50% من عادي. صحيح. ده بيحصل صح؟ بيحصل طبعا. وانت عشان هو مهم بالنسبه لك، او انت عشان الجماهير والنادي، برافو عليك، انت عايز تتعاقد معاه، انت بتتعاقد معاه وممكن تدي له اكتر مما يطلب بخلاف الفلوس اللي انت النادي بتاعه طالبها، فانت تدفع له كمان. فانت هتلاقي عندك مثلا خزنه النادي طالع منها بس عشان لاعب واحد 10 مليون. ده الكلام ده ايه وانا مدير كره في النادي المصري، لان انت كل سنه البادجت بيعلى. يعني النهارده لو اتكلمنا عن النادي المصري، محمود جاد 25 مليون او 23 مليون، باهر المحمدي 20 مليون. ايوه حقيقي. مش هو ده البادجت دلوقتي بتاع الدوري، انت اي فرقه دلوقتي بتلعب كويس يعني بدايه كلام البادجت دلوقتي 20 مليون في مصر. انت بتسمع حد قال رقم اقل من كده؟ لا تقريبا. خلاص هو بقى في سقف دلوقتي كل الانديه عاملاه في مصر ال 20 مليون، ومبقاش في فكره انه الاهلي والزمالك زمان هم اللي بيدفعوا كل الانديه. لا كل الانديه بقى خلاص، ما انت ظهر لك خمس منافسين في فرق طالعه دلوقتي، في شالنج في الشرف، والسوق دلوقتي بقى زي زمان برضو. صح. يعني في فرق دلوقتي بتخش تزاحم الاهلي والزمالك وتاخد منه لعيبه 100%. فانت في عندك المصري دلوقتي بقى بيدفع كويس، عندك بيراميدز بيدفع، عندك مودرن فيوتشر، عندك يعني في انديه بتدفع، يعني غير الفرق اللي عندها ثبات شويه ممكن ما تلاقيش بتدفع، لكن انا ضامن فلوسي مثلا زي فاركو زي انديه الشركات. فانت انت رايح، انا عارف ان انا النهارده البنك الاهلي الفرق دي، لا احنا عارفين ان هناخد كذا ومستعد. لا يعني الماركت بقى مختلف. صديق ليا كان قال لي جمله قبل كده، زميلنا العزيز عمر عبد الله، يعني بيقول لي قبل كده ايه، انا لو كنت لعيب كوره كانت هتبقى شغلانه حلوه قوي. ليه؟ انا مثلا لعبت وحش، يعني انا ما اديتش كويس مع الفرقه الفلانيه ديت، عادي ما في فرقه ثانيه هتيجي تشتريني ممكن برقم اعلى من انا بلعب بيه هنا كمان. حقيقي، لان فعلا سوق الانتقالات حتى ملوش دعوه بالاسهم بتاعك. يعني انا برضو هكلمك عن فرقه ولفرهامبتون في الدوري الانجليزي، لما جيت تتعامل مع اللعيبه سماكه اتعاملت معاك كانها اسهم بورصه. طول ما السهم بتاعك تمام انت معايا وممكن ابيعك واكسب فيك، السهم بتاعك بينزل لا انا اخلص منك بسرعه. فاحنا كمان عندنا سوق الانتقالات ملوش علاقه بالكلام ده، انت سوق الانتقالات معاك وكيل كويس، انت حتى كمدرب مش لعيب، انت معاك وكيل جامد او كويس او علاقاته برؤساء الانديه كويسه. انت رايح المدرب بينزل فرقه ويروح يمسك تاني يوم الصبح. طبعا بتتكلم على اللعبه، ايه علاقته بكره القدم ده؟ صح. دي مش لعبه يعني. دي مش لعبه بقى، انت لعبه فدي لعبه نتائج، اللي هو لما تكسب بتكسب ف ريزولت. انت قلبت الموضوع كده، انت بتاخد بقى مش مشكله، انت المهم الراجل ده هيجي هنا خلص، يجي يشتغل هنا خلص، يجي يشتغل هنا خلص. فهو سيركل على 15 16 واحد مفيش اي جديد. صح. طيب احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، نكمل مع كابتن كريم زكري وكابتن عمرو سماكه، وبالتاكيد نسالهم عن منتخب مصر. خليكم معانا. يا رب حضراتكم مره اخرى، لسه مشرفني ومنورني الكابتن كريم زكري والكابتن عمرو سماكه. في نقطة قلتها بسرعة كده في بين الكلام في السيجمنت الأول أو الفقرة الأولى، فيما يخص عدم التزام اللاعبين.
موقف طارق حامد وامام عاشور وحسين شحات مع منتخب مصر شفته ازاي بشكل واضح؟ يعني بشكل واضح هم قبل ما يأثروا في حق المنتخب هم أثروا في حق نفسهم. انت بتتكلم على ثلاث لعيبه تقال، ثلاث لعيبه ليهم تاريخ كبير سواء في انديتهم سواء مع المنتخب. ممكن تتوقع من لاعب صغير حاجات كتير قوي، لسه صغير لسه ما شافش حاجه، ممكن دماغ تتقل شويه، لكن لعيب بيكمل الخبرات دي لا المسؤوليه ضعف. بس الكابتن جواد سيد كان معايا على التليفون من شويه برضه لفت نظري للنقطه، قال الحاجات اللي زي كده وارد انها تحصل مع الفرق ومع المنتخبات، انه مثلا لاعب يسيب التدريب في الاخر خمس دقايق، انه ما يلتزمش، انه ادام مش حاجه كبيره قوي كان ممكن تتلم. انت مع الراي ده انها تتلم ولا حتى لو مش حاجه كبيره لا ما تتلمش؟ الصغير هيكبر. يعني خلينا نتفق على دي. يعني ممكن النهارده اللي ساب التدريب في اخر خمس دقايق او عشر دقايق وهو زعلان شويه ان هو ما شاركش وطلع، ليه لا اللي بعدها التمرين اللي بعدها في ثلاثه غيرهم اصلا يطلعوا في نص التمرين، او الثلاثه دول نفسهم ما يجوش التمرين اصلا او ما يجيش التمرين برضه. انا لو انا مدير فني طبعا بتختلف من شخص طبعا، بتتعمل من مين وليه والتايمنج نفسه صح مهم جدا. صح، هو حسب معلوماتي انه اتقال ان هم كانوا زعلانين شويه من عدم المشاركه، فهو ربط دي مع دي فقال لك لا خلاص الاثنين الثلاثه مش موجودين. ما اكيد طبعا اي يعني اي لعيب ما يزعلش ان هو ما شاركش، ده ما يعني ما يبقاش لعيب كوره. يعني لازم تزعل طبعا، بس لازم تزعل تزعل بشكل ايجابي. ايوه يعني ان انا ازعل بشكل ايجابي. ايوه ان انا انزل التمرين اللي بعده المدرب احنا يعني احنا كنا ايام مانويل جوزيه كان حرب على التشكيل اللي على اللي بيخش ال 18 مش على اللي بيلعب. عندك جيش من النجوم، حرب حرب يعني في 22 نجم 22 لعيب كويس جدا. صح. اي 11 هو كان مانويل جوزيه كان بيجي يقول لنا كده، اوعوا تفتكروا مثلا ان اي 11 باي 11 هنزل اكسب باي حد. فاهم؟ ما عنديش ولا لو وقفت مش مهم المراكز، كمان كان بيقول لنا مش مهم هنزل اي 11 فيكم هيكسب. فكان حرب. انت مره انت مره زعلت مع مانويل جوزيه وبان عليك؟ طبعا بان عليك طبعا. عمل معاك ايه بقى ساعتها عشان نقارن الموقفين؟ يعني ساعتها لما عارف ان انت زعلان وابديت، ما انا برضو انا عملت ايه؟ انا انا يعني زعلت بس زعلت يعني بقيت في التمرين بقيت يعني ايه، انا كريم عارفني انا يعني فاني جدا في التمرين وبضحك وهرج وبتاع، فاليوم ده نزلت بقى لبست الوش في التمرين التكالينج وخبط وبقى بخش انا وشوت شدينا مع بعض في التمرين محمد شوقي بقيت تكالينج واضرب وخش وموت نفسي على الكوره واعمل الحاجات اللي هو انا بعملها وعارف ان يبقى انا كده بغلف. فالماتش اللي بعده دخلت ولعبت، بس هو ما يعني عاقبنيش عشان انا زعلان عشان ما بلعبش، بدل انا انت طلعت طاقتك في التدريب في التدريب ولا ما زعلتش من يعني ما وريتش زعل ده لزمايلي، لا بالعكس جدا كنت بتعامل معاهم عادي جدا، ما خدتش من نفسي ومشيت. لا مش عامل كده ليه؟ خلاص هو المدير الفني هو المسؤول عن مين اللي يلعب ومين اللي يبقى بره ومين اللي يبقى في المدرجات. فاهم؟ ده اللي احنا بنتكلم عنه ان طيب. ان اي لعيب كوره بيتعرض للمواقف دي طيب. لكن زي ما سماكه قال لا هو في فرق في التصرف. يتقفل الباب نهائي ولا خلاص موقف وحصل وتم استبعاده من المنتخب وده الموضوع مش كبير؟ لا لا موقف واتقفل لا الموضوع يعدي. اصل النهارده ما يعني الموضوع هم ما حضروش التمرين اصلا، لا حضروا ممكن يكونوا زعلانين شويه واتخذ منهم موقف زي ما هم عليهم عقوبه مضاعفه، لكن الناس لها رصيد كبير جدا ما اقدرش اتغاضى عنه انا كمسؤول في المنتخب او انا حتى النهارده كمشجع بشجع منتخب مصر. لا الثلاثه وجودهم مهم جدا في المنتخب. وعلى ما اعتقد المدربين الاجانب برضو بتفكر الفكر ده، يعني المدربين الاجانب ما بتاخدش الموضوع يعني شخصي شويه او الموضوع لا هو الموضوع حاجه عامه. ممكن اسالك سؤال بس تجاوبني بصراحه؟ اتفضل. بما ان انا خلاص الراجل دلوقتي بعيد عن الكوره يعني اللي هو يعني سهل تعرف تقوله لي بسهوله، يعني هل انت في مره سبت معسكر فريقك ونزلت مثلا رحت خرجت؟ يعني ما حصلت بس بتفكر في احنا كنا قاعدين مع بعض حصل في ايه احنا كنا في اوضه واحده. بس انا اقول لك حاجه انا يعني كنت بستاذن ساعات من المدير الفني. لو يعني في مره بس انت في مرات ما استاذنتش يعني ده اكيد. معسكرات طويله ولا معسكرات يوم واحد؟ لا طويله طويله اللي هي المعسكرات اللي هي بتاعت كنا بنقعد بالجيت 3 شهور مثلا معسكر شهرين معسكر في جيت بيتش دي اللي هي على الطريق بتاع البيتش نفسها بنقعد اسبوعين ثلاثه. كنت بتطلع برضو؟ انا كنت بطلع طبعا بس الا يوم الماتش. الا يوم الماتش؟ لا لا الماتش لا لا قبل الماتش لا مش يوم الماتش كمان يعني قبل الماتش ليله الماتش يعني قبل الماتش بيومين انت خلاص الموضوع قفلت على نفسك ما هو لعيب الكوره قبل الماتش لازم يخش المود قبل الماتش. ما ينفعش انا اخش المود اقول لك انا هركز بالليل انام واركز، لا انا هخش المود قبل الماتش ب 48 ساعه ببقى انا عارف عندي ماتش. انت بتبدا حملك التدريبي بتظبط اكلك بتظبط قبل الماتش ب 48 ساعه على الاقل على الاقل على الاقل
يعني انا بسالك سؤال ده ليه على الموقف بتاع فتوح والزنير صبحي؟ لا يوم الماتش ده صعب جدا. ده انا لا يعني انا كنت جامد جدا وسال كريم وبعمل اي حاجه تتخيلها. بس يوم الماتش ده يعني مفيش. ليله الماتش ده نو واي طبعا مستحيل. لا تخرج. مستحيل للراحه بس. مستحيل للراحه والتركيز بس. مستحيل للراحه والتركيز لو بس. هلعب والعب لو حتى فتوح وزناري وصبحي في التحيات قالوا انه ما اللعيبه كتير بتعمل كده ويقصدوا كده المعسكرات الطويله انه لعيبه كتير بتخرج. هو يعني عذر اكبح من ذنب يعني حتى لو اللعيبه كلها بتعمل كده انتوا ناس يعني فتوح ده لعيب دولي ولعيب داير عليه خناقه يعني انت اصلا كمان اي تصرف ليك وانا كنت معاك هنا في البرنامج وبعد الموقف ده بالذات قلت لك هو مستبيع لان انت لما يكون السبوت عليك النهارده وانت لعيب دولي ولعيب بفريق بحجم نادي الزمالك لا انت تخلي بالك من اي تصرف. ما معلش طب ما اللعيبه كلها بتعمل كده. زيزو ما اعتقدش ان هو بيعمل كده. مش شايفين الراجل ملتزم دايما. محمد صلاح ملتزم. في ناس ملتزمه. طب ليه انا ابص للي بيعمل كده اصلا؟ هي الفكره كلها كده. ما احنا لو عممنا الموضوع لا ما احنا برضو نتكلم عن الناس يعني الملتزمه. انا يعني غلطت ممكن يعني يبقى اكيد يبقى العذر بتاعي غير كده خالص. انا عملت حاجه غلط فانا لازم يعني اعترف ان انا عملت حاجه غلط وابدا يعني اشوف يعني ايه الحلول الثانيه غير ان انا ارمي على الباقي. أيوة. اللي هو انا قلت طب ما مش معنى انا بس ايوه بس مش 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 دي برده الطريقه. انا ما مش حاجه انا يوم الماتش دي بصراحه يعني على ايامنا انا برده يعني الفطاحل بتاعه كره القدم في الدوري المصري ما كنتش اشوف حد بيخرج يوم الماتش دي خالص خالص. يعني احنا كنا يعني احنا لعيبه الماتش انت عارف الدوري اللعيبه كلها عارفه بعض واللي مين بيخرج ومين بيسهر ومين كلنا عارفين بعض. فعلى جيلنا احنا كان يوم الماتش ما كنت قليل قوي ان اشوف حد لعيب كره مثلا يخرج ليله الماتش دي وتاني يوم الماتش صبح تاني يوم الماتش دي ويخرج ويرجع الساعه 5 والكلام ده مش عارف. انا اسمع دايما انه حتى اكبر اللعيبه واهم اللعيبه وده مش صح يعني مش حاجه صح طبعا أتمنى ما يتعملش يعني بس المعسكرات الطويله كان يعني احنا يعني ايه خلع كده يخرج ولعيبه كبيره انا اسمع عنهم ايوه ده عادي ده كنا كل ما يقول لك ما كده لا هو مش يعني هو مش صح بس كان بيحصل ده طبيعي والمدربين بتبقى عارفه على فكره يعني المدير الفني اللي بيقول لك بيبقوا عارفين ان احنا اصلا بقى مش هنقعد شهر في الاوتيل محبوسين اسيبه يتنفس يعني ما بينزل يوم في الاسبوع مثلا ويرجع عادي خلاص المدير الفني بيبقوا عارفينه وبيسيبوه لكن ليله الماتش مستحيله لا ما انا ما والله فعلا حقيقي زي ما سمكه بيتكلم يعني مش عارف اللفظ ما ينفعش يتقال بس اللي هو يعني اللي كان مقطع السمكه وادي لها مثلا استحاله يعمل كده قلبه ما يجيبوش مفيش يعني انت عم توصل بيك وصل خلي بالك هي مش يعني برضو عشان ما نحملش الولاد هو بيحصل وممكن تلاقي لعيب في يعني حصل زي فتوح بس ما فيش حد عرف عنه حاجه لكن هو حظهم وحش انه حصل كده بس خلي بالك لعيبه الكره دلوقتي هرجع واقول تاني اتغيروا كتير جدا لما بتمسك الفلوس سهل اي حاجه عندك بتبقى سهل انت خلاص معاك رصيد فانت مستبيع تعمل اي حاجه صح طيب احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نواصل خليكم معانا واحنا في الفاصل بيقول لي يعني هو هي احسن من كابتن كريم زكي بيقول لي هو هي احسن من ابراهيم سعيد انا بعشق ابراهيم سعيد طبعا لعبت قدامه واتمرنا مع بعض فتره ابراهيم كمان لله وحده بس ابراهيم لعيب متكامل لا كان سوبرمان الدوري المصري يعني ابراهيم كان بياخد الكره من جول للجون يعني. بغض النظر الكره من جول للجون ابراهيم لو وقفته جون هيقف لو لعبته ليبرو هيلعب مساك هيلعب باك رايت باك ليفت هيلعب لو لعبته ديفندر هيلعب لو لعبته هاف هيلعب لو لعبته راس حربة هيلعب مين في مصر كلها يبقى زي ابراهيم سعيد ما فيش ولا واحد في الجيل اللي موجود ده كله زي ابراهيم سعيد دلوقتي طبعا لكن قبل كده كان موجود لا برضه لا لا ابراهيم سعيد احسن لعيب جه في تاريخ الكره المصريه كلها احسن لعيب في تاريخ الكوره طبعا مين مدرب انا النهارده مشوار اتعطل جدا يعني بالظبط ما ده اللي انا بتكلم عنه وابراهيم اعترف بكده ولغايه دلوقتي ابراهيم يقول لك لا انا في حاجات قصرت في حق نفسي فالنهارده انت كلاعب كوره لما تيجي تقيم نفسك بابراهيم سعيد لا انت صفر على الشمال جنب ابراهيم سعيد ولا حاجه لا احنا ما اتكلمناش على كابتن محمود الخطيب ان ده مثلا ولا ابو تريكه الناس دي كانت يعني حدث ولا حرج يعني على المهاره طبعا بس كانت اكتر الناس التزام صحيح طب عمرو منتخبنا الماتشين لعبهم جيبوتي وسيراليون رايك ايه في الاداء وفي يعني طبعا في فرق طبعا في الامكانيات بس احنا كبدايه ويعني احنا شفنا نيجيريا تعطلت صح يعني ما برضو تعالي. يعني ما نحسبش فرقتين ضعاف نيجيريا كانت بتلعب فرقتين ضعاف برضو وتعطلت وارد انك كان يحصل اي دروب وكنا بنقول كده بنقعد نقول يا احنا ازاي نخسر نقط من الفرق الصغيره دي اللي ما كناش لا يعني ده يعني ده ان احنا نكسب ماتشين دي برضو حاجه ايجابيه جدا وحاجه كويسه جدا تكتيكيا ان احنا احسن بنهاجم
في جمل بنستحوذ، بيبقى في لينا شكل، عايزين نعمل حاجه، في فكر يعني حاسين ان في حاجه بتتعمل او عايز او عايزين يعملوا حاجه. صح. في اختلاف طبعا عن السنين اللي فاتت اللي احنا كنا بنلعب ولعب لصلاح. صح. فاهم، الحمد لله يعني القفه دي خلصت الحمد لله رب العالمين. بقى عندنا يعني بنشوف ناس، وفي تغيير تريزيجيه ومرمى محمد كمان فايق. لا يعني لا انا شايف الماتشين كويسين الناحيه الهجوميه. بس الناحيه الدفاعيه في ماتش سيريون كان عندنا فيها مشاكل كبيره جدا، لان طريقه اللعب اختلفت. زي ما سماكه اتكلم، احنا من ايام من بعد الكابتن حسن شحاته حتى مع هيكتور كوبر كلهم كانوا مثبتين طريقه واحده. اللي انت بتلعب كومباكت قدام ال18 وبتلعب على المرتدات والعب لصلاح يا تريزيجيه. لكن النهارده انا النهارده عندي امل، النهارده مع روي فيتوريا انا شايفه احسن مدرب جه بعد الكابتن حسن شحاته. ليه؟ رحل مناطق الضغط. لو بصيت على الماتشين والهدفين اللي جم، سواء هدف محمد صلاح او هدف تريزيجيه في مباراه امس، لا هتلاقي طريقه مختلفه خالص. بيعمل هاي بريشر كويس جدا، مجرد ما قطع الكوره لمسه والثانيه والثالثه بقت جون. دي ميزه الضغط العالي، لكن في نفس الوقت بيبقى لها سلبياتها. سلبياتها ايه؟ ان بتكون في مسافه ما بين المدافعين، لان دايما انت بتلعب دفاع متقدم، ما بين المدافعين في نص الملعب لغايه حارس المرمى بتاعك اللي هو الشناوي. كل الجاب ده ما بتقدرش توقفه الا عن طريق حاجتين، يا اما المدافعين اول ما الكره بتقطع يعملوا ديلي شويه، يا اما لعيبه نص الملعب، وده الاهم وده اللي شفناه في مباراه سيراليون. دايما المدافعين سمكه، هتلاقي حمدي فتحي وكان جنبه النني راميين نفسهم في حضن المدافعين قوي، وسايبين جاب كبير جدا ما بين الاربعه اللي بيضغطوا وما بين المدافعين. هم رموا نفسهم في حضن المدافعين، فبالتالي ما قدروش يستخلصوا الكره بسرعه، فاصبح الاضطراد دي لها سلبياتها. ايه سلبياتها؟ ان انت لازم تقطع الكره في اسرع وقت، واللعيبه او الخصم اللي قدامك ما يطلعش الكره عاليه في ظهر مدافعينك مرتاح. حتى دي لو حصلت، يبقى تاني حاجه لازم المدافعين عندك يعملوا الديلي شويه ويأخروا عشان يقربوا من الناس، ويقربوا من الناس ويمنعوا. لكن في جميع الاحوال كل طريقه لها سلبياتها وايجابياتها. صحيح. لكن هو برضه بيعمل كده. انا يعني هو انا اللي عاجبني فيه برضه ان هو يعني الطريقه بتختلف شويه من الماتشات. في ماتشات بنلاقيه بيقابل يعني على حسب تقول الفرقه. طبعا الماتشات زي دي لازم يعمل كده. صح. يعني هو انا شايف الماتشات اللي زي دي انت لازم تعمل كده. امتى؟ لا يعني انت الماتشات دي لو ما عملتش كده يبقى انت ما انت مش وانت لو لعبت السنغال او المغرب كسبهم بالطريقه دي تبقى غلطان. بالظبط. يعني لازم فانت الطريقه دي انت دي الطريقه المناسبه اللي تلعب الفرقه دي. لازم تضغط عليها من قدام، تبين يعني نص ملعبك ايه، تخلص الماتش بالشوط الاول تجيب جول ولا الخناقه كلها من الاخر تنقلها لنص الملعب الثاني وتبدا تستخلص الكوره بالشكل اللي كلنا احنا بنشوفه واللي جاب منه كل. انا عايز افكرك بهيكتور كوبر لما وصلنا معاه كاس عالم كان مثبت الطريقه حتى في مباراه اوغندا، حتى وهي بتلعبك على ملعبك ومفروض تصنفها بعيد عنك خالص. حتى احنا قلنا كنا بندافع حتى اوغندا كنا بندافع. فانت النهارده الجامد والاقل منك فالاقل انت مثبت طريقه وده غلط. فانا بتفق مع سماكه في الطريقه. انا عاجبني ان هو كل ماتش انا يعني انا لو انا مدير فني ما انا لازم اشوف الفرقه اللي انا لعبها ايه الاول. صح. عشان صح. ابدا انا يعني ابني. لا في مدربين كان هي جايه من البيت عامله كل حاجه ويلا بينا بصراحة. بقى لو لعبت مين بقى ويلعب لصلاح. دايما كنت دايما اقول ايه، هي صفحه واحده في كتاب التدريب اللي عنده. بس صفحه واحده. بس عمري ما دي كانت كوره. لا مش مدربين الكوره، انا بتكلم عن مدربين اللي بيلعبوا بالظبط طريقه واحده. مفيش حاجه اسمها مدرب يلعب بطريقه واحده. مفيش مدرب حاجه اسمها سب التشكيل. مفيش مدرب انا كل مباراه انا بلاعب مين محتاج مين. صح صح. كل مباراه ليها ظروف. كابتن عمرو شرفت ونورت حقيقي، كنت مبسوط بتواجدك النهارده. انا بشكرك شكرا جزيلا ومبسوط ان انا كنت معاكم مع كريم، ويعني كنت كان وحشني جدا حبيبي. كابتن كريم نورت الدنيا وشرفتك على العاده. بنورك يا كريم، وكنت وحشني ومبسوط طبعا ان انا كنت مع اخويا حبيب سامي. حبيبي. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا. اشوفكم يا رب على الف خير.